صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث لنهالأربعاء 7 أيار مايو 2014، بانتظار وصول ضيفنا القيادي في عضو المكتب السياسي في الحزب الكتائب سيرج داغر. ننتقل. شكرا كلارا. مشاهدينا برحب فيكم مجددا، وبرحب بضيفنا عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب سيرج داغر. صباح الخير استاذ سيرج، اهلا وسهلا فيك. اكيد تاخرت لانه في عجقه وفي اعتصام للتي في شكله لموظفي التي في تصير وين ما كان. يوم تاخرنا عليك شوي، معتذر. اهلا وسهلا، بسيطه. اهلا وسهلا فيك. بدايه من جولات الرئيس امين الجميل، اليوم في لقاء للرئيس امين الجميل مرتقب في الرابيه مع العماد ميشيل عون، هي الزياره الاولى للرابيه للرئيس الجميل؟ لا، في تواصل مستمر نحن والتيار بس الوطني. كزيارة كزيارة للرابية ما أكيد، أكيد أنه صار في فترة الأولى. طويلة وما في كان نوع من الزيارات، ممكن تكون الأولى بالفترة الأخيرة. صح. طيب بأي إطار هذه الزيارات؟ يعني بالأمس دكتور سمير جعجع، واليوم العماد ميشيل عون، وفي القيام في الأيام الآتية الوزير سليمان فرنجية، ومجموعة أخرى كمان من الاجتماعات سوف تتتالى بالأيام الجاية. شو عناوينها؟ هلا عنوانها الكبير الاستحقاق الرئاسي، بس عنوانها اليوم الكبير وعنوانها يزور كمرشح رئاسي ولا كجهة سياسية تريد ترشيح او دعم ترشيح مرشح واحد وغير رئيس الجمعيه؟ رح نحكي بهالموضوع بالتفصيل. بالحقيقه ست نانسي اللي عم نشوفه بمحل الا ما الواحد ينتفض عليه لان ما عاد مقبول، يعني ان كان نحن كسياسيين بطريقه او باخرى، او حتى الاعلام او حتى المواطنين، صرنا فترة يعني اوكي وصلنا على الاستحقاق الرئاسي، هيك خلينا نشوف المسار. صار جلسة أولى يلي هو أمر كتير ديمقراطي، بالجلسة صار بعض الأمور يلي أقل ديمقراطية ويا ريت كانت ما تصير، بس بغض النظر عن الموضوع، بآخر هذه الجلسة بيتعطل النصاب كتير منيح. ينعطى حجج من فريق إنه المرشح الآخر هو استفزازي، فريق آخر مش مقدم مرشح عال. الأسبوع اللي بعده بتطير الجلسة. اليوم مفروض يكون في جلسة ثالثة، فعليا كلنا بنعرف انه ما في جلسة. فاذا مثل ما ماشيين رايحين نحن صوب 25 ايار وبتخلص مهلة الدستورية، واللي بتسمع السياسيين وكلنا بنقول، وحتى الاعلاميين اللي بيحضر اخبار بيقول لك اليوم البعد اللبناني بعده طاغي، من بعد 25 الامور بتطلع من ايدنا وبتصير لعبة الدول هي اللي بتتحكم بالامور، لانه بيصير في هلا مش ناطرين ل 25، الكل يعلم انه هكذا استحقاق، مش مختلفين، بس حتى ليس لبناني. لا 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 لا، معلش، هيدي الكل يعلم انه الاستحقاق ليس لبناني، هيدي مقولة مرفوضة باقله من عنا. يعني نحن بالاساس كيف بلش هذا الاستحقاق؟ جينا قلنا لانه هون في بعدين، في البعد المسيحي وفي البعد الوطني، لانه اخر تنهار عجبنا او ما عجبنا، ولكن الاعراف الدستوريه بتقولها مركز ومركز مسيحي. طيب صار لقاء بين القيادات المسيحيه الاساسيه بالبطريركيه المارونيه بوجود البطرك، صار اتفاق على انه ما ينحط فيتويات من الواحد الى الاخر، على انه يترشحوا الاقطاب، على انه ننزل على جلسه التصويت واللي بيربح الباقيين بجربوا يدعموا لنا اول موقع رئاسي. هذا شيء كان ما صار، بلش يروح البعد المسيحي. طيب نحن كافرقاء لبنانيين قررنا نحضر الجلسات، قررنا انه بننزل وننتخب والشاطر يربح ومو نشوف، ما هذا ما عم بيصير. فاذا بعد 25 من بعد ما يكون راح اذا بدك الحيز المسيحي، راح يروح الحيز اللبناني، هذا يعني نحن رافضينه، يعني كان الاجتماعات ما صارت. بس رافضينه وقبلينه بذات الوقت، لا ما يعني قبلينه انتو... هذا التحرك لان ما قبلينه، هون بنوصل على التحرك. بس يعني هذا التحرك هو زيارات، بس زيارات. لا ما هي عم ليكي، نحن عم نجي نقول رئيس جمعية عم بيجي يقول اليوم ما عادت قصة ترشيح، ما عادت قصة مين مرشح، ما عاد قصة شعارات، ما عاد قصة كل واحد شو برنامجه. يوم صار في شيء أهم من هيك، هو إنقاذ الجمهورية بحد ذاته، هو إنقاذ موقع رئاسة الجمهورية، وبالتالي إنقاذ رئاسة الجمهورية، وبالآخر في حدا بده يتحرك تيعمل شيء. طيب شو الرئيس جمعية أخذ على عاته ويتحرك؟ يعني رح يقوم أول شيء بالزيارات على الأقطاب المسيحيين. الحديث اللي عم ينحكى واللي راح ينحكى هو نحن اتفقنا باجتماعات بكركي، من دون يمكن ما ندخل انا وياكي هلا بالتفاصيل على الهواء، على 1 2 3 4، هذا الشيء ما عم ننفذه، وهذا الشيء راح يخلينا الاستحقاق يظهر من ايدنا كلنا. يعني كمان اصبح الحديث عن موقع رئاسة الجمهورية انه بما انه ما راح نقدر نجيب رئيس بيمثل، وبما انه اصلا الدول بتتدخل، وبما انه هات لنجيب حدا، يلا مين فينا نركب، انت بمين بتقبل، راح نصفي بالاخر عم ننقي واحد لانه كلهم بيقبلوا فيه. يعني فعليا هو ما قالوا لا طعم ولا لون
ولا اي حيثيه، بس انه هيدا ما بيعترض عليه وهيدا ما بيعترض عليه. طيب عم نسخف موقع رئاسة الجمهوريه لطريقه مش مسموحه. لقاء رئيس جميل، رئيس جمهور، رئيس جميل، رئيس جميل، ما عم بعطله بيعتبره. رئيس جميل عنده اكثر من حيثيه، اولا هو رئيس سابق للجمهوريه، بيعرف كثير منيح اهميه الموقع، بيعرف كثير منيح اهميه التعاطي مع الموقع. ثانيا هو بيترأس حزب لطالما كان مؤتمن على مدى 77 سنه على الحضور المسيحي بالبلد والفاعل بالدوله. ثالثا هو قيادي وطني عنده القدره على التواصل ان كان مع حلفائه ولكن بكثير مراحل كمان مع خصومه بالفريق الاخر، وهذا اللي يمكن كان فتره نتعيب فيه اللي اسمه التمايز الكتائبي، يعني نحن قادرين نتواصل مع الافرقاء الاخرين. من هالبعد الحزبي والمسيحي والوطني عم يعمل جوله على كل الفعاليات اذا بدك الوطنيه، لقالهم يا جماعه ما لازم نخرج اولا عند المسيحيين، ما لازم نخرج من الحيز المسيحي ويخرج الاستحقاق من ايدنا، وبعدين على الصعيد الوطني ما لازم من بعد 25 ايار. شو السيناريو اللي حيصير بعد 25 ايار؟ بفتكر تعلمنا من التجارب، نوصل لازمات، طيب بيصير في مشاكل امنيه او غير امنيه، بيدخل الغرب، بيحط ضغط على الكل، شايفين انتم وضع البلد وشايفين الوضع الامني وشايفين الوضع الاقتصادي، بيصير في ضغط على هالفريق، بيصير في ضغط على هالفريق، بنمشي بتسويه، الكل فيها حاسين حالهم مغبونين وما حدا مبسوط فيها. عم نجي نقول لا للقيادات المسيحيه يلي هي معنيه كون البعض الاكبر منا مرشح، ولا القيادات الوطنيه، بعد 15 او 20 يوم رح ينتهي دوركم، رح نصفي عم نفوت بوضع امني او اقتصادي غير جيد، رح يتدخلوا الدول، رح يفرضوا علينا رئيس. رئيس جميل عم بجرب يشوف كيف معقول نوصل حل لهالشيء، يمكن هالحل يكون يمكن نكفي بترشيح احد هالمرشحين الكبار. البعض بيسأل هل هو مرشح؟ هو اليوم منه مشروع مرشح ولا طامح للرئاسة، إذا هو شاف بهالجولات إنه ممكن يكون هو مشروع حل، إيه ساعتها ما فيها حياة، خلي يكون مشروع حل. الحل التقى على غيره فليكن الساعة. غيره، ولكن اليوم هل الرئيس جميل مقتنع حتى الساعة أن ترشيح دكتور سمير جعجع هو عقدة وليس حل؟ طب ما كمان لما بده حدا يعمل المبادرة لازم يكون عنده مواقف معروفة، مش انه نحن بدنا نسير كل الاطراف ما بنسير حدا. اليوم اذا هالقد انتم عاملين مبادرة والاستحقاق على المحك والجمهورية رح تروح من بين ايدينا، لازم يكون في مواقف. يعني طبعا. البعض قال انه كان على اساس بده يترشح الرئيس الجميل، باللحظة الأخيرة عدل عن الترشيح. البعض قال هذا حكي جرايد، برجع بالك حتى مصادر كذائبية كانت عم تقول رئيس الجمهورية مرشح. نحن يعني. يعني هي طلعت الصبح نفينيها بعد نص ساعة، ما بعرف شو المصادر، بس بغض النظر أنا ما بدي أعلق على شيء. برجع بالك ما في عقد يكون رئيس الجمهورية مرشح بفترة، بس كمان الهدف مش أنه يصبح مرشح. رئيس الجمهورية ما بيجيب له شيء يصبح مرشح، رئيس الجمهورية بده يصير الاستحقاق. إذا ترشيحه ممكن يكون حلت مشكل وشيء اذا بدك مفيد للبلد، ما في عقده منه حياه. يعني وقت واحد بيترشح على الجمهوريه بيترشح بكل فخر، ونحن بنلاقي انه رئيس جمهور عنده كل المؤهلات يكون رئيس جمهوريه، وهيدي فرصه للبنان. بس كمان اذا شعر بهالجوله انه ترشيحه منه حل او منه رح يكون ايجابي او بيترشح هيك بكل الاحوال، بس هل يشعر انه ترشيح دكتور جعجع هو عقده مش حال؟ رح اقول لك شو، نحن اول شيء بفريق سياسي، بهالفريق السياسي كان في اكثر من اسم إذا بدك ممكن يترشح، إن كان دكتور جعجع أو الرئيس جميل أو النائب بطرس حرب، كان في مجموعة من الأسامي. اجتمعت 14 أدر، قررت تمشي بترشيح دكتور سمير جعجع لأسباب معينة، إذا بدك ارتقتها 14 أدر ونحن شركاء كاملين بهذا القرار. وهذا الترشيح شو هي الأسباب المعينة؟ هذا يمكن نحن كمان بمحل عندنا اعتباراتنا. في أول شيء بكل الأحوال رئيس دكتور جعجع ترشح من الأول بطريقة واضحة، أعلن برنامجه، أبدأ رغبته بالترشيح بغض النظر عن إذا أمر الترشيح. الواقع ما هو أمر واقع لأنه تشاور معنا فيه وحاب يترشح وتناقش هالموضوع داخل 14 أدار، وصار في قرار بدعم ترشيح الدكتور جعجع إذا بدك، ونعطى كل إذا بدك كل الفرص وكل شيء لازم ينحط ورا الدكتور جعجع انحط، ونحن كحزب كتائب التزمنا 100% بهالترشيح. وحتى إذا بمرحلة ما بده 14 أدار تغير باستراتيجية، هذا الشيء ما بيكون إلا بالتوافق بين كل أفريقاء بمن فيهم أكيد الدكتور جعجع. طب هون البعض يقول يعني وهذا يمكن واحد من المواضيع، هذا واحد من المواضيع يلي انطرحت امبارح إذا بدك باللقاء بين رئيس جمال ودكتور جعجع. يعني كمان دكتور جعجع مثلنا حريص على أن يكون في رئيس، حريص على أن يكون في حيز مسيحي، حريص على أن يكون في حيز وطني. يعني صار الجولات صار اللي صار، امبارح صار في جلسة بين رئيس جمال ودكتور جعجع تقييمية للمرحلة اللي قطعت، بحث إذا بدك الخيارات اللي ممكن تكون مطروحة بفترة أخرى، نوضع مجموعة من الأمور. يعني طبعا بعد هذه كتير أولية، بدأ اجتماع صار مبارح ويمكن بعد مش الوقت ينحكى فيها الخيارات أنه ينسحب دكتور سمير جعجع يسحب ترشيحه، كل شيء بوقته مزبوط. اليوم صار في اجتماع أولي ناقشت الأمور بكل صراحة ووضوح، بقدر أقول لك الاجتماع كان أكثر من إيجابي،
كان ممتاز جو الاجتماع، صار في استعراض لمجموعة من الأمور. رئيس جمعيه ما في كمان أو حتى باجتماعه مع دكتور جعجع يروحوا صوب قرارات قبل ما يستكمل جولته. من هيك المرحلة الأولى كانت مباجح، في مرحلة ثانية وثالثة ويمكن رابعة وخامسة. بناء على هالجولة منشوف شو الأنسب، نرجع لحلفائنا منناقش معهم الأنسب ومنشوف شو منعمل. طيب بس هون إذا كانت جولة أفق مع دكتور جعجع، هل سيحمل اليوم الرئيس الجمعية العماد ميشيل عون مسؤولية تعطيل النصاب؟ رئيس الجمعية رايح يعني رايح على الرابية، بذات الوقت عم بتقولوا في ناس ما عم تتجه على الجلسات، رايح على الرابية ليناقش مع العماد ميشيل عون كيف فينا نطلع من هالمأزق، ليه يمكن ما عم بيكون في حضور للجلسات، شو ممكن نعمل ليكون في حضور للجلسات، رايحين نناقش اكيد. طيب اذا العماد ميشيل عون قال له انه البسيط السبب بسيط انه المرشحين اليوم ما عم بيقدروا يأمنوا اكثريه وصار نزلتنا لتحت فولكلوريه، فلذلك ابحثوا عن مرشح توافقي، شو بيقول؟ يمكن خلينا قبل ما نقول نحن شو معقول يقولوا شو معقول نجيبه، خلينا نسمع اول شيء رايه بالموضوع، شو كيف هو بيشوفها، شو الحاله اللي ممكن يرتقي، يعني احنا رايحين نتناقش، يعني انت ما بتروحي بس انتو كمان ديني يعني رايحين بايديني لموقف التكتل من المقاطعه نحن طبعاً اكثر مما هو من تفهم موقفهم. اول شيء نحن ما مندين حدا ولا دورنا ندين حدا، نحن اللي منقوله وهذا امر بفتكر لازم يكون ثابت وهذا اللي اتفقنا عليه ببكركي، انه لما يكون في جلسات لانتخاب رئيس كل الناس مفروض تامن نصاب على الجلسه بالاساس، هذا اللي اتفقنا عليه وهذا اللي مضينا عليه وهذا شيء ديمقراطي طبيعي بالعالم والناس انتخبتنا بالزيت كرمال هيك. هلا بننزل على الجلسه منحط ورق بيض منغش حدا منحط اسم اللي بدنا اياه بنعمل اللي بدنا اياه بالجلسه، بس اذا بدك الالف ب تبع الديمقراطيه انه ما يكون في جلسه لانتخاب رئيس بتشاركي بالجلسه، هذا منه سر ومنه يعني منه مش عم نخترع البارود ولا هو لا مفهوم. بس كمان اليوم في البعض يقول انه مثل ما في حق انك تشارك في عندك الحق انه ما تشارك، يعني البعض يعتبر انه هذا الامر ديمقراطيه، مش يعني انه اذا الفريق الاخر بيقول هيك بيقول الدستور التزمه بده يلتزم في اليوم كمان ممكن ديمقراطيه. هذه كمان وحده من المشاكل اللي عم نشوفها بلبنان، صار كل شيء وجهه نظر، انه اليوم بيقرر واحد مثلا في جلسه انتخاب ما بيروح عليها وبيعمل لك ديباجه طويله قاعد بفسر لك ليش ما حاسس انك عدم تذهبي الى الجلسه بلبنان اصلا. طيب صار كل شيء مش فريق 14 اذار كمان اعتمد هذا الاسلوب، وبوقت حكومه الرئيس نجيب ميقاتي وتعطل مجلس النواب وتعطلت القوانين، كان في اسباب، كان في فريق واحد حاكم، كان في تشنج طيب غلط، كان كمان في كمان اعتبر انه حقه دستوري بتعطيل النصاب، هذا لعبه البعض يعني كل واحد عم بكب بالكره عند الثاني. انا عم بحكي عن حق دستوري، انا عم بسال سؤال بسيط، في جلسه اليوم لانتخاب الرئيس مهله بتخلص بعد 15 يوم، ليش ما ننزل على الجلسه؟ بغض قلنا حق دستوري ما ننزل، ما عم بنناقش الحق الدستوري، عم بقول ليش ما ننزل؟ لانه يعتبروا انه ما في توافق بعد، ما يكون في توافق هيدي أسوأ جمله وأسوأ جواب عم بسمعه بالحياه. شو يعني لكن خلينا نلغي الانتخابات، نقول من هلا ورايح كل شيء مراكز بالدوله، رئيس جمهوريه، رئيس حكومه، ممنوع الانتخاب، ممنوع التصويت، هيا الى التوافق. هو مفهوم الديمقراطيه بالعالم انه اصلا بينزلوا اساسا مرشحين ضد بعضهم، وشو يعني تنتخبي؟ يعني بينزل واحد وبينزل واحد بوجهه وبينزل واحد ثالث، هن اصلا ضد بعضهم، الناس بتنتخب بتنقي بيناتهم. تخيلي اصلا مفهوم التوافق، يعني تخيلي والله بكره انتخابات بامريكا، الجمهوريين والديمقراطيين ما بينزلوا لان ما في توافق. ما هو الهدف من الانتخابات انه ما في توافق. ديمقراطيه يعني امريكا مش ديمقراطيه لبنان، اوكي ديمقراطيه الكوكب كله بتقول انه بيترشحوا الناس ضد بعضهم مش مع بعضهم، شو يعني ما في توافق؟ ليش ما ترشح الرئيس الجميل ضد ما في فريقين؟ مش في فريقين؟ اليوم هذا الفريق السياسي قرر يرشح الدكتور جعجع، هو مفهوم الرئيس السياسي، الفريق السياسي ما بيترشحوا ضد بعضهم، طيب بنقوا مرشح من بيناتهم بيروحوا فيه، الفريق الاخر بيروح بمرشح اخر بيتنافسوا، واحد بيربح واحد بيخسر، دوره اولى ما في اكثريه، يعني هيدا البيسس تبع العمل الديمقراطي. هلا اذا العمل الديمقراطي اصبح ما يعني هلا الرئيس الجميل يعني هلا مثلا ماشي هل يعني بس ماشي لامشي معك بالمبدأ، اذا ما مشي حالك هلا هلا بنرجع على الرئيس الجميل هلا بصير هلا بنرجع عادي بنمشي بمبدأ، اذا ما فيش بهالمفهوم لكن اوكي بكره مجلس الوزراء في بنود اذا مش متوافقين عليه ما بنعقد جلسه، ما هو هيك عم بيصير شو حلو يعني هيك عم بيصير، هي هي اللي مبدا اللي اخترعوه الاسم الديمقراطيه توافقيه. نحن لا نحن اليوم بالحكومه افريقاء سياسيين مختلفين، في نحن وفي تيار مستقبل وفي تيار وطني الحر وفي حزب الله، وعلى كثير من الاشياء مانا متفقين مزبوط، عم ننزل كل اربع على جلسات بنناقش منيح سيء بنتخانق بنتشارع بيصير باخر شيء بنوصل على قرار بشيء، بس مش بنبطل ننزل لا مش متفقين. طيب هي مفهوم جديد للديمقراطيه انه ما في توافق ما بننزل، كيف
طيب بس ما هيدا اللي عملته 14 أدار بالسابق عم بقول لك شو ما كان يعني المبررات؟ ونحن اساسا بمحلات تميزنا عن 14 أدار وقت قررت مثلا بعض الافرقاء ما تشارك بالحوار او بعض الافرقاء مثلا ما تشارك بالحكومه، نحن صرنا من الاول عم نقول عدم المشاركه منه حال بلبنان، يعني بنجمع انه ما رح نتحاور لان حزب الله مش مقتنع معنا، ما هو نحن بدنا نتحاور هذا القوات لان او ايه بمرحله ما لانه حزب الله تخبر رئيس دكتور جعجع رئيس جمهوريه ما برجع بلي هلا بنرجع على ترشيح الرئيس جميل وانتخاب دكتور جعجع واذا الرئيس جميل غديف. اول شيء اكيد اكيد الرئيس جميل مش غديف لحدا هون اكيد مع عدم الانتقاص للدكتور بالدكتور جعجع هدول موضوعين مختلفين، بس بالاخر نحن فريق سياسي عندنا شخص اثنين ثلاثه فينا كل واحد يتيس يقول انا ما بقبل الا بمرشحي، بوقتها بينفرض هذا التحالف السياسي لانه بيكون كل واحد بهمه مصلحته بس. نحن فريق سياسي قلنا في مرشح اثنين ثلاثه اتفقنا على كيفيه خوض المعركه، اتفقنا انه في مصلحه اليوم بترشيح الدكتور جعجع لمجموعه من الاسباب يلي بركي بترتقيها قياده 14 اذار، نحن التزمنا لان نحن مقتنعين بهذا القرار وهذا اللي عملناه. ما حدا في يجي قلنا ليش انتم ب 14 اذار اخترتوا فلان او مش فلان، نحن بكل فريق سياسي في استراتيجيه سياسيه، نحن استراتيجيتنا السياسيه اقتضت بالمرحله الاولى ترشيح دكتور جعجع وهذا قرار ل 14 اذار، ما حدا قال يناقش فيه وما حدا من الفريق الاخر قال له مين مرشح يعني ما عم تقولوا نحن منفتحين ومتميزين وحوار انتم اليوم عم تقبلوا ايضا بترشيح شخص مثل دكتور جعجع يقاطع الحوار لا تواصل بينه وبين الفريق الاخر بل قطيعه مكعان. ينزل الفريق الاخر بين مرشح كيف تدعوا انكم فريق هالقد منفتح واذا مرشحكم ومن يعكس صورتكم شخص منه ما عم بيقدر ينفتح على الفريق الاخر؟ جيد، نحن اول شيء تحالف سياسي، نحن مش حزب واحد، بهالتحالف السياسي كل واحد عنده يمكن اذا بدك طريقه تعاطي مع الامور، يعني طيب. الثوابت الاساسيه نحن متفقين عليها، يعني لها علاقه مثلا بسياده الدوله، لها علاقه بالسلاح خارج نطاق الدوله، لها علاقه بكيفيه بناء الدوله، متفقين على كثير من الاشياء. في بعض طرق العمل ما بنتفق عليها، يعني مثلا احنا بنلاقي اذا نروح على الحوار، الدكتور جعجع بيلاقي ما لازم نروح على الحوار، بمرحله ما واحد بيلاقي افضل مشاركه بالحكومه، هي ما عم بيكون في مشكله بيناتنا ليش؟ لانه الاهداف نفسها، يعني نحن عم نجي نقول اثنيناتنا مع اذا بديك ضب سلاح حزب الله باطار الدوله، استعملت كلمه ضب لانه في يمكن 100 صيغه بنحكي عنها. دكتور جعجع بيلاقي يمكن افضل طريقه لهالشيء انه ما نشارك اليوم بطاوله الحوار ويمكن منقاطع حزب الله تنضغط عليهم. وهيدي نظريته، نحن بنلاقي لا لازم نناقش عليهم ونجرب ننتزع منهم شيء، هاي نظريتنا. ما بيفسد بالوقت قضيه لان الهدف نفسه، بالتكتيكات في تكتيكات مختلفه. بس رئيس لا يتكلم مع فريق وفي قطيعه بينه وبين فوين يتكلم؟ ماني اكيد يعني مثلا في قطيعه بينه وبين فريق، لا يلتقي هذا الفريق، لا يشارك بجلسات حوار موجود فيها هذا الفريق. يمكن احنا هذا الموضوع منه كيف اليوم بده يكون رئيس جمهوريه؟ يعني انتم ايضا عم تاخذوا البلد على الخراب وعم تضربوا موقع الرئاسي وعم توصلوا رئيس من اول عهده كانه فايت وصل على اخر عهده يعني. اوكي. انا اصلا هون ما راح اذا بدك اعمل هيك مناقشه بس دافع عن ترشيح الدكتور جعجع او لا. عم بقول لمجموعه من الاسباب ارتقت 14 اذار بالمرحله الاولى ترشيح هلا انه في قرار سعودي مثل ما البعض يقول القرار السعودي بيطلب منا نحن ننتخب 14 اذار نكون هذا مفهوم رئيسي بفهم في المرحله الاولى بفهم سؤالك بفهم سؤالك لان هذا اصبح مفهوم وطني. هذا نوع المفاهيم مش موجود عندنا تاريخيا ولا راح ينوجد عندنا، مش يعني بقرار سعودي او قرار امريكي او قرار او قرار بحزب الكتائب يلي عنده قلنا مثل ما بقولوا غطة خبز يجي ياخذها. نحن ما حدا بيقلنا شو نعمل شو ما نعمل، ما احترامنا للكل وتحالفنا مع للكل وصداقتنا مع الكل، نحن بنعمل قناعاتنا واذا بنعمل قناعاتنا بمرحله معينه بيكون عندنا اسبابنا، هيدي اسبابنا. نحن ارتقينا نمشي بدل التشريح، انتوا ايضا مضطرين انكم تشرحوا اسبابكم لجمهوركم. اليوم الكتائب اللي بيشوف انه ليش بده يوصل لمرحله رئيس الجميل كل الامور وكل الاجواء تقول الرئيس الجميل مرشح لكن ليس الان، ليش الان؟ ليش بده ينقبل اليوم نواب الكتائب يحطوا اسم مرشح اخر لرئيس الجمهوريه؟ الكتائب ما بيفكروا هيك، الكتائب بيفكروا انه نحن بتحالف عريض اسمه 14 اذار ما في مصلحه اليوم الا بالحفاظ عليه. الكتائب اكيد بداخليته كل واحد وانا اولهم بكل فخر يعني بتمنى يكون رئيس جمعيه رئيس جمهوريه، وانا بلاقي انه عنده المؤهلات قد انا برايي اكثر شخص عنده هيدي المؤهلات واذا بدك بشرح لك ليش هو رئيس جمعيه، ولكن ومنطقي تقول هيك لانك كتائبه ايه او اذا بدك او اذا بدك او اذا بدك او اذا بدك انا كتائبه لانه بلاقي انه رئيس جمعيه بيمثل هالسوي بتقول يمكن ما كنت كتائبه لانه طيب. كمان انا بكاتب الكتائب ماني موظف انا مختار كون كتائبه لان مقتنع بهذا الخط طيب. اوكي
ولكن انا ككتائب اليوم جزء من فريق سياسي، ما هيك انا بركب لاقي مرشحي هو الافضل. بهالفريق السياسي في غيري، يعني اكيد القواد اليوم اذا بتسالي بلاقي دكتور جعجع هو الافضل. صحيح. اكيد اليوم اذا حدا من جمهور النائب بطرس حرب بلاقي بطرس حرب هو الافضل. صحيح. اوكي. الاكثريه داخل 14 اذار ارتأت انه بالمرحله الاولى افضل ترشيح دكتور جعجع. انا هون قدامي خيارين، او بجي بقول لحرقه، يعني اكيد مش لحرقه، هذا فريق سياسي. أنا حرقه لدكتور جعجع اكيد. لا ليه بدنا ما هذا فريقنا، برشح في واحد من فريقي لحرقه. اوكي. اذا في كثير مرشحين لابد بالاخر لا اذا في كثير مرشحين تضحيه للوصول الى مرشح. اذا في كثير مرشحين وفي شخص اليوم التقت الاكثريه مصلحه ترشيحه ورشحته، اوكي، انا اليوم ككاتب امام خيارين، يا بقول انا مصلحتي قبل كل شيء بظهر من التحالف، يا بقول لا مصلحه التحالف قبل كل شيء ولبنان وبلتزم. وهذا اللي عملناه والتزمنا. اذا هالتحالف ارتقى بمرحله ثانيه اليوم بكره بعد شهر بعد جمعتين او يمكن ما يرتقي، انه بوقت معين افضل السير بمرشح اخر قد يكون عنده قدرة أكبر على الخرق بالفريق الآخر، أو قد يكون عنده القدرة يكون مقبول أكتر بالفريق الآخر، أو يأمن نساء، أو يأمن ناطرين. لأدي ناطرين لبعد انتهاء الولاية الرئيس، لبعد استكمال الجولة. من هيك قلت لك أنه أساساً ليش تحركنا اليوم، لأنه عم نشعر أنه بدنا نخلص من هالتحرك اللي عم نعمله وناخد قرار ونشوف إذا عنا مصلحة بتغيير مرشح أو لا قبل مهلة قبل انتهاء مهلة 25 تنتهي أيام. الجولة عند الوزير سليمان فرنجية اخر زيارات؟ لا لن تكون اخر زيارات. مين في بعد غير؟ في افريقيا مش مسيحيين بالبلد كمان، احنا نحكي معهم ونتواصل. عم تروحوا عند الفريق المسيحي ولا بتكون تتواصلوا مع كل الافريقاء؟ رح نتواصل مع كل الافريقاء. قلت لك طيب غير الرئيس بري اللي زرتوه؟ كثار، في كثير افريقاء سياسيين بالبلد. يعني الجوله ما بتخلص قبل نهايه ولايه الرئيس؟ بلا بتخلص، يعني يمكن كمان في بعض الاتصالات عم بتصير بنفس الوقت، مش كله بتخلص بس بترشيح الرئيس امين الجميل؟ انا يا ريت بعرف، ويا ريت رئيس جميل بيعرف. هذا السؤال مشال عون كمان؟ معقول شو؟ ترشح العماد ميشيل عون بصعوبة، بس أكيد إذا ترشح العماد عون نحكي الفرق بين اثنين. هل نحن ما ننزل نحن ننتخب العماد ميشيل عون؟ لا، لأنه بالأساس اليوم مختلفين بالسياسي. نحن ما عنا عقدة ننتخب ميشيل عون وجنرال ميشيل عون على شخص العماد عون. نحن ما عنا مشكلة مع شخص حدا. اليوم اليوم قبل سلمتوا الصلاحيات رئيس الجيش، سلم الصلاحيات ب88، سلمنا قائد الجيش إذا بديك حكومة عسكرية مؤلفة أساساً من 3 ضباط مسيحيين و3 ضباط مسلمين. السلطة بلبنان لما ما قدرنا نوصل لحكومة، يعني إذا بديك مع تعقيدات المرحلة، يعني صار في أكثر من محاولة. أول شيء صار في محاولة نوصل على انتخابات ما نجحنا، بعدين حكومات انتقالية صار في 3 أو 4 أو 5 أو 6 تركيبات تنرفض وما تمشي، بوقتها كان في شرقيه وغربيه وكان في تاثير سوري. اخر شيء، الشيء الوحيد، الهيئه الوحيده اذا بدك اللي بتضم حكما مسيحيين ومسلمين كانت هي اذا بدك قياده اللي فيها كانت 3 ضباط مسيحيين 3 ضباط مسلمين، واللي هي استلمت مقاليد السلطه. فاذا نحن اليوم خلافنا مع اذا بدك مع الجنرال عون ما انه خلاف بالشخصي، بالعكس بل في تواصل. نحن وتيار الوطن الحر وبننسق سوا بكثير من الامور بالمجلس وبالحكومه عم ننسق سوا، بس نحن اليوم مختلفين على خيارات سياسيه كبيره. بس نحن الأكيد أنه إذا ترشح من عماد عون ولنشي نحن بنتمناه ننزل على جلسة، يمكن يكون بوجه مرشح واسمه دكتور سمير جعجع أو اسمه رئيس أمين جميل أو غيره، وكل واحد منا بيصوت للمرشح بلاقيه الأفضل. يعني بس مستحيل نحن تصوتوا للعماد ميشيل عون؟ ولا إذا عندنا مرشح أكيد، ما شو الهدف تكون عندك مرشح عندك تصوتي له؟ يعني صعب تنزلي على جلسة عندك مرشح تنتخبي خصمك. بس العماد ميشيل عون ما بيقول أنا حأنزل بمقابل مرشح آخر، قال أنا حين تحين لحظة التوافق لحكون الرئيس المرشح. هلا اذا يعني صار في توافق ضامن انه سيصير توافق ممكن. توافق هو شو؟ هو توافق سياسي صح، ما انه المشكل ما انه مشكل شخصي. اذا اليوم قدرنا نوصل على توافق على برنامج مشترك مع العماد عون بنتخب عماد مش عارف شو عندي مشكله. يعني اذا اليوم نحن المواضيع المختلفين عليها مثل مثلا كيفيه معالجه حزب سلاح حزب الله، العلاقه مع النظام السوري، يعني المواضيع المختلفين عليها اذا قدرنا نوصل على توافق عليها بيكون كتير منيح. نحن شو عنا عقدة ننتخب عماد ميشيل عون أو غيره؟ ما عنا عقدة ننتخب حدا. نحن بالآخر بننتخب حدا بيمثل برنامج معين نحن مقتنعين فيه. إذا العماد عون إجا قال والله أنا بموضوع سلاح حزب الله يا أخي رجعت فكرت فيها وبمحل ما يمكن معكم حق وفينا نعمل 1 2 3، يعني مش ضروري يرجع يفكر فيها، يعني بيقول هذا الموضوع متروك لطاولة الحوار كما انتم تسلمون بانه هذا الموضوع متروك لطاوله الحوار. ما نحن ليش رايحين يعني مش عم بيقول انا رح اعمل بطولات وازنزع السلاح، ولا عم بيقول انا سوف استسلم بشكل، يعني عم بيقول اتركوا هذا الموضوع لنناقشه على طاوله الحوار ولا ضرورات المرحله بنحكي فيها. اوكي، بس بدك تشوفي اول شيء هو بشو مقتنع. يعني احنا اليوم ليش عم نوع طاوله الحوار؟ عنا قناعات مختلفه، عم نوع طاوله الحوار اوكي جاي بنوصل لقواسم مشتركه. اذا اليوم هو عم يجي يقول لك نظرتي انا لهالموضوع بخلاف نظرتكم كليا، تروحي بتنتخبي؟
يعني اصلا بعتقد هو مش حيطلب منها ننتخبه بهيك حاله، واساسا لنناقش هالامور اللي عم نناقشها انا وياكي هلا هون. من هيك في لقاء اليوم بين جميل وعماد عون تناقشوا هذه المواضيع، يعني حتى امكانيه التوافق شيء قائم، بس على اي اساس؟ على اساس انه والله انا شاب حلو لا انت شاب حلو، هو نحكي سياسي يعني. هذا بالاخر موضوع اللي رح تابع معك، ولكن ابرز الواصلين بالحديث عن التيار الوطني الحر كان النائب زياد اسود اللي رح نستمع لتصريح ادلى به منذ قليل. ما فينا نحاسب اذا ما عندنا ذاكره. الرساله الثانيه لكل اللي عم بيشككوا، لكل الاعلام اللي عم يحكي انه زياد اسود حدا قال له يعمل هيك، أكان سواء عماد عون أو سليمان فرنجي مع حفظ الألقاب، أنا ما حدا بيقول لي بهذا الموضوع شو بدي أعمل. ضميري الوطني والمسيحي هو اللي عم يدفعني كل مرة تأجي على الجلسة تعبر عن رأيي بهذه الطريقة، وشكرا. ساعة النائب البطريركية المارونية عم بتنشدكم لتأمين النصاب، بس نحن ما فينا ندفن. البطريركية المارونية عم بتنشدكم لتأمين النصاب كفريق مسيحي، شو تعليقكم على هذا الموضوع؟ أنا حقي إني أحضر وحقي إني ما أحضر هذا الموضوع. أنا كنايب صاحب القرار بهذا الموضوع، البطريركية عندها رأيها بمسألة النصاب، ولكن الاستحقاق ما بيسوى يصير كيف ما كان، لأنه كل مرة المسيحيين بيستلحقوا حالهم كيف ما كان وبيرجعوا بيوصلوا لست سنين ورا ست سنين من الانحدار ومن الانحطاط ومن الخراب على مستوى المشاركة في السلطة وعلى المستوى الدور السياسي المطلوب أنه المسيحيين يلعبوا في لبنان. المسألة مش مسألة مشوا الاستحقاق كيف ما كان، اليوم يا أما نحن حاضرين وموجودين وشركة فعليين في هذا الاستحقاق وفي غيره من الاستحقاقات اللي جاي، أما منه حاضرين. أما أنه مسألة لأنه اليوم في استحقاق لازم أنه نحضر، المسألة ما بتنحل بهذه الطريقة، وحضورنا ما بعيد للمسيحيين دورهم الفاعل والمطلوب أنه يكون فاعل. وهذه رسالة مش فقط سيدنا البترك لازم يوجهها للنواب، لازم يوجهها لكل الطوائف بلبنان، لأنه هذا الاستحقاق لا يجوز أن يستمر على هذا المنوال، ومن هذا المنطلق هذا الموقف اخذته. استاذ زياد، ولكن الحراك الدبلوماسي يسجل اليوم انه اقوى بكثير من الحراك الاطراف اللبنانيه. طبعا على كل حال يعني نحن لا نزال بلد محتل بمطلق الاحوال، سيادتنا من كل الناس، سيادتنا منا كامله وقرارنا منه حر، وبعتقد نموذج لازم يتقدم لكل اللبنانيين، وهذه صفعه على وجه كل واحد منا ليدرك انه لا يمكن بناء اوطان بهذه العقليه. يقول النائب زياد أسود الاستحقاق ما بيسوى يصير كيف ما كان. مظبوط، من هيك لازم نشارك فيه تيكون يصير بالطريقة المنيحة، لأنه أوقات عم بيصير فيه تصرف كيف ما كان، يعني وقت نايب بينتخبوه جزء كبير من اللبنانيين تيروح يشارك بجدية بانتخابات رئاسية، بيكون فيه مرشحين بدل ما يصوت يمكن لا مرشح أو لا مرشح آخر، أو يمكن يصوت بورقة البيضة اللي هي كمان نوع من الانتخاب، بيحطوا أسامي ناس تشهدوا من فترات، وهيك بيرجع مسير العصبيات، واللي هو أصلا خروج عن اتفقنا عليه ببكركل، أن اتفقنا ما نحط فيتو على بعضنا ولا نخون بعضنا ولا ولا. برجع بقولك هون ما عم بحكي عن تيار وطني الحر، لأن مشكلة تيار وطني الحر تصرف فيه، بس في كمان بعض النواب معلش بما حب عمولا. ليش بتكون تاخدوا على النواب اللي انتخبوا الشهداء وما بتاخدوا على ترشيح الدكتور جعجع؟ يعني هو بترشيحه انا مع يعني الدكتور مثل البطل اللبناني بدق الباب بده يسمع جواب. انه اليوم البعض يقول ترشيح الدكتور جعجع اساسا هو ملغى قانونيا ودستوريا، لانه هو صادر بحقه احكام. العفو لا يسقط الاحكام، العفو لا يسقط لا يعني البراءه. فاليوم المحكوم ما في يترشح على انتخابات رئاسيه، طيب ليش بتكون انتم اذا كنتوا ارتضيتوا بتوافق سياسي معين وبدباجات سياسيه معينه ما فيكم كمان تلزموا العالم كله انه لا ذاكرتكم بدها تمحى، ولا الفرد هيدا بده يكون عيب انتم تتذكروا الشهداء بس مش عيب من حكم بجرائم واتهم بجرائم انه يترشح. مهم حديثك وبيفتح الحديث لأوسع من هيك. أولاً المشكلة بلبنان ما في فرق بين السياسة والإعلام والدستور والقانون، كله خلاص صار كله فولكلور. أوكي. طيب. أهالية دكتور جعجع على الترشيح من الناحية القانونية صح؟ ما بقرر لا أنا ولا أنت. طيب ما هون في قانونيين بيقولوا هو قانوني زياد أسود. خليك معي بس. بيقولوا بالقانون غير مؤهل للترشيح. سمعت كل سؤالك. أوكي. خليني أسمعي كل جوابك. تفضل. أوكي.
أساسا هذا موضوع محله مش بالإعلام مش بجلسة الانتخاب، هذا موضوع قانوني. يعني مثلا في عنده مشكلة بترشح دكتور جعجع قانونية كنائب يقدم طعن يقدم بده إياه، هذا موضوع، هذا بالقانون. بعدين بالإعلام في يطلع نائب زاد أسود يقول اللي سمعوا اللي هلا قالوا، في يقول 10 مرات زيادة عن ترشيح الدكتور جعجع، بيطلع بيعمل مقابلة صحفية بيحكي عن مآثر الدكتور جعجع السيئة بالنسبة له على 5 ساعات، ما حدا بيمنعه، بيقول ما بيسوى بيسوى، عمل شيل حط حر، هذا إعلام. هلا شو عم يعني عم بيشارك بجلسة انتخاب رئيس، هذا منه من هذا منه منبر إعلامي، جلسة انتخاب الرئيس بتحطي شو بتعمل، بتفوتي بتكتبي على الورقة اسم مرشحك اللي بتلاقيه الأنسب للرئاسة بتحطي، هذا واجبك كنائب، هذا لازم يعمله. مش كل شيء، مش مهرجان، نحن مش سيرك، هذا بلد. ليش هذا الموقف ما كان بانتخابات رئاسة مجلس النواب اللي كمان نزل فيها أسماء من يعني ما رح نعدد شو حطوا فيها ناس قتلهم جايز بيغي، حطوا فيها بندر بن سلطان، حطوا فيها فريد الأطرش، يعني إذا بدنا نتذكر كمان نحن ما بنمارس. ليش ما طلعتوا بهالقد مواقف دفاع عن وقتها؟ نحن أصلا هلأ ما طلعنا مواقف، هلأ سألتيني جوابتك، لو سألتيني وقتك جوابتك نفس الشيء، نحن بنمارس بجدية، يعني بكل مراحل بنمارس بجدية، نحن ما بنروح بنحط بجلسة انتخاب جايز بيغي فريد الأطرش، يا بننتخب رئيس بيغي يا بننتخب غيره يا بنحط ورقة بيضاء. نحن عم نجي نتمنى على الكل يمارسوا بهالطريقة، هيدي منا ممارسة سياسية يعني. أما بالموضوع بحد ذاته تبعال أوكي، صار اللي صار بالحرب، في ناس استشهدت، بفتكر كلنا حارسين قد بعضنا على كل الناس اللي استشهدت. طيب أوكي، شو بنقرر وحدة من اثنين، يا منقول طوينا الصفحة يا ما طوينا الصفحة. طيب في ناس يمكن ما طوي الصفحة، إذا ما طوي الصفحة نائب زاد أسود بده ما يتحالف مع حزب الله وما يتحالف مع حركة أمل يلي اصلا كانوا متحالفين مع النظام السوري يلي عمل فيه وفينا اللي ما بينعمل. ما هيك؟ ما طوينا صفحه يا اخي، ما بنحكي مع حدا، بس ما فينا نطوي صفحه على الكل صوف استثناء هيك قرر هو انه يستثني شخص. انا برجع بقول لك ما طوينا، نحن اصلا دعينا لمؤتمر مصارحه ومصالحه وطني لان احنا حاسين انه بعد فيه بنفوس يلي موجود بنفوس. يعملوا مؤتمر وطني قولوا اللي بدكم تقولوه نطوي الصفحه، يا قولوا يا اخي ما بدنا نطوي الصفحه، بوقتها هاجم الكل انه اليوم ما عندك مشكله اليوم مع حركه امل ولا حزب التقدم الاشتراكي ولا حزب الله، ما عندك ولا عندك صفحه دغري النظام السوري ما طوينا معه صفحه، يعني من 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 اعدام الضباط ب 13 تشرين. تسمح لي ننتقل الى تصريح النائب مروان حميد. تفضلي. هي وسيله لايصال رئيس جمهورية له، حنضلنا نجي كل أربعة وكل يوم إذا دعينا الرئيس. وبعده مرشحكم أستاذ هنري حلو، بعدهم المرشحين اللي نازلين هلأ، يعني الدكتور جعجع عن 14 أذار، هنري حلو عن اللقاء الديمقراطي وجبهة النضال، نتمنى نعرف 8 أذار مين مرشحها تشرف تشاركنا بالجلسة. معالي الوزير شكرا، كيف بدنا ناخذ منك نحن؟ بيجي لهون لعندنا. يعني بس استكمال يعني نعم. ما فينا نبقى بالتربية على الحقد، نحن اليوم مؤتمرين على شباب مسيحيين ما عاشوا فترة الحرب، ما عاشوا كل هيدا المآسي، إذا شو الهدف؟ شو الهدف؟ إنه الجيل الثاني يطلع بيكره بعضه مثل الناس اللي عاشت الحرب؟ خي كل العالم أخطأت بالحرب، وبعدين شو بيفيد اليوم نرجع نذكر كل يوم الناس شو صار بالحرب؟ شو بس كمان اليوم شو ما فينا، وهذا ما قالوا عليه ابنه بننسى، ما حدا بينسى شهدائه. نحن على كل حال حتى حزب الكتائب، حتى حزب الكتائب يمكن في ناس اليوم، يعني اليوم يمكن حضرتك من الناس اللي بتقول انا بدي انسى الحرب، في ناس بتقول انا ما بدي انسى، بدي اتعلم من الحرب وبدي اتعلم انه ما انتخب اللي قتلوني، في ناس ما بدها لا انت اللي قتلوه مستوى ما انا مش عم بقول انا طلبت من هيك، هدول الناس يمكن فوضينه للنائب زياد اسود، هن ممثلين اول مين استنكر، مين اول مين استنكر هذا الموضوع؟ نائب سمير فرنجي، نائب سمير فرنجي طوي صفحه جاي انت عم بتزايد على نائب سمير فرنجي، هل انا اليوم فيني زايد على نائب سمير فرنجي باستشهاد اهله؟ إذا هو عم بيجي يقول أنا طويت صفحة وعم بيعقد لقاءات مع القوات، وقتها أنا بيجي بخون وبحط اسم أهله أو أخته، شو عم بقول أنا؟ إنه هو نسيهن؟ هو باعهن؟ لا مش شرط، معيب هالكلام، معيب. أنا بحترم كثير نائب سمير فرنجي عاشي زمان الأول بالموضوع، إجا عم بيقول لك أنا خي نسيت طويت صفحة، بيجي أنا بقول له لا بدي أحط اسم، ما لازم نكفي نمارس هيك، شو بيفيد هذا؟ شو بيفيد؟
طيب وانا ما بقول انه العماد عون قال له نائب زاد اسود، انا بصدق شو اللي قاله انه ما حدا قال له جاي، وانا ما عم شيء العماد عون اساسا اشار لانه هو كان واضح مع بين الاجتماع التكتل انه اكد على تكتل انه موقفهم لا هو انتخاب مرشح من المرشحين ولا وضع اسم العماد ميشيل عون، يعني كان واضحه الامور. طلبوا حط ورقه بيضاء ويمكن هذا حقه برافو عليه ولازم يحطوا ورقه بيضاء اذا بيترشحوا. طيب. بس هذا الامر ما بيفيد نك الجراح ما بيفيد. اليوم في جلسة، أنتوا ككتائب كلكم نازلين على الجلسة طبعاً. اليوم بأي هدف؟ أنه تثبتوا أنكم أنتوا مستمرين بالتأمين. نحن في دعوة لجلسة انتخاب الرئيس، ما بننزل، نعمل طبيعي وبننزل، ما في نصاب بنفل، بيدعوا بكرة جلسة بننزل، بيدعوا بعد بكرة جلسة بننزل، بيدعوا عشية لجلسة بنروح، عم نعمل طبيعي يعني. بدك فينا نلاقي فتوى ونخترع. طيب متى 14 أذار رح تقول أنه ترشيح دكتور جعجع يعرقل المسار الانتخابي؟ وقتها تصير هيدي قناعتها مجتمعة. انتوا ايمتى بتصير قناعتكم ككتائب؟ هذا الموضوع عم بيتناقش، عم بيتناقش باجتماعات 14 أذار بحضور القوات وبحضور الإيجاب. هلأ رجعتوا رسميا 14 أذار؟ من كتير زمان. وخلص يعني ما رح ترجع تطلع من 14 أذار. نحن ما كنا عم نحضر اجتماعات الأمانة العامة. كان عندنا مشكلة بطريقة إدارة جلسات الأمانة العامة. صار في معالجة، قالك جانا نحضر اجتماعات الأمانة العامة، نحن ما فينا نخرج عن 14 أذار لأنه نحن 14 أذار، يعني نحن وهالمكونات اللي موجودة فيه، ما فيك تطلع من حالي. وعلى كل حال كمان لأنه كان مفهوم 14 أذار بتضحك أوقات أنا كل ما بنتميز الموقف لك بس ما أنتم ب 14 أذار، خي 14 أذار شو؟ التقوا مجموعة من الأحزاب بما فيهم كان بوقتها تيار الوطن الحر، يعني تيار الوطن الحر وكاتب على ثلاث أربع عناوين يلي هن خروج جيش سوري من لبنان، ما هيك؟ المحكمة الدولية صح؟ السلاح خلي هو خارج الدولة، يعني ثلاث أربع عناوين في واحد منهم تحقق اللي هو خارج خروج جيش سوري من لبنان. طيب في منها بعد قيد البحث. نحن ب 14 مش مجبورين نتفق على كل شيء، يعني بيجوا بس مثلا قررتوا تفوتوا انتوا على الحكومه وهن لا، ليش اصلا ب 14 هذاك وقت اجتمعنا كنا عم نحكي عن اذا حفوت على الحكومه بعد 10 سنين؟ لا بس كنتوا عم تحكوا انكم ما بتشاركوا بسلاح حزب الله وبشرعنة سلاح حزب الله وبقطع شرعيه من اول نهار سلاح حزب الله حزب الكتائب من اول نهار قلنا نحن منا مع عدم المشاركه بكل الاحوال وهذا اللي عملناه انه انتوا ككتائب نحن من اول نحن من اول نحن ما شرعنه سلاح حزب الله لا بس نحن جينا وحتى اخذتوا موقف ووصلت انه بنستقيل ولا ما بنستقيل والعقد مجلس الكتائب ومجلس الحزب وما قدرتوا تاخذوا قرار ما قدرنا ناخذ ما قدرتوا انكم بالاول تتفقوا وبعدين رجعتوا ناقشنا واتفقنا اكيد هذا طبيعي ببلد طبيعي الا بلبنان كل ما بنتناقش بشيء بيكون مصيبه بس بغض النظر نحن جينا ككتائب جينا انا من الاول نحن ما بنقول ما بنقعد مع فلان وبنقعد مع فلان نحن بنقعد مع كل الناس على برنامج فموقفنا من الحكومه بناخده على ضوء البيان الوزاري مش على ضوء مين مشارك فيها تخيل انا اجي اقول انا ما بدي اشارك بحكومه فيها حزب الله يجي بكره حزب الله يحدد البيان الوزاري والله انه انا بدي اسلم سلاحي للدوله مثلا مش حتصير بس انه نحن جينا قلنا خلينا نقعد شوف شو البيان الوزاري طيب. اذا ارتقينا انه البيان الوزاري ممكن ينمشى فيه منشارك ما ممكن ينمشى فيه ما منشارك او منشارك بطريقه او وبعدين هي كمان ما مشكله هذه الحكومه صارت من مشكله النظام بالبلدين الطبيعيه في شيء في فريقين سياسيين ما هيك بيصير في انتخابات واحد من الفريقين بيعمل حكومه الثاني بيعمل معارضه لسوء الحظ باتفاق الطائف تغيرت هذه اللعبه اصبحت الحكومه هي مجلس ممثل للطوائف مزبوط. يعني صحيح يعني اليوم الاكثريه الشيعيه زمان هي مع امل وحزب الله صح اذا اليوم انت بتشكل حكومه 14 اذار تكون عم تستثني الشيعة يعني بتصفي الحكومة مش مسيئية إذا بتشكل حكومة بلا تيار مستقبل بتصير مش مسيئية فإذا في مشكل ولا. أصبحت الحكومة مجلس فيدرالي يعني الكل مجبورين يشاركوا فيه بس الكل مش متفقين على الأشياء سو أصبحت بمكان إذا بدك ساحة معركة بس بدل ما تكون بالشارع هو بطريقة حضارية على طاولة مجلس وزراء يعني نحن اليوم عنا خيار نحن مختلفين نحن وحزب الله هو معه سلاح يعني عنا خيارين يعني نحن كمان بنعمل سلاح بننزل نوقف بالشارع بنقوص بعضنا اللي مش طريقتنا يا بنقعد على فرد طاولة بمجلس وزراء ومنناقش ومنقول له كل يوم نحن مش مقتنعين معك نحن وليش ما عملتوا هيك بحكومة الرئيس مئاتي؟ هيك عم نعمل كل الحكومات لا حكومة الرئيس مئاتي ما شاركت نحن كنا مع المشارك وشو صار؟ فريق السياسي اللي نحن بننتمي له كتحالف طويل عريض قرر ما يشارك لأنه كمان المشاركة اللي كانت مطروحة علينا هي منا فعليا مشاركة لأن مفهوم المشاركة أنك يعني تكون شريكة بالقرار نحن انعقد علينا شيء منظري بروتوكولي يعني وقت بتفوتي أنت اليوم بوزن لا فريق معين
ما بيخليه ما بيخولك اصلا لا تناقشي ولا تقرري ولا 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 فيك تتحول الى شاهد زور. فنحن بالاساس وهذا اللي جربنا نعمله ككتائب احنا اجتمعنا مع رئيس مئاتيا تنجرب يكون في لا 14 اضرار حصه شراكه مش حصه تغطيه. طيب لما شفنا ما في مجال لحصه شراكه ما شاركنا. اليوم نحن على ابواب ايضا نهايه العهد ب 25 ايار، هل تعتبرون ان هذه التجربه تجربه الرئيس توافقي هي فاشله؟ ليك فكرة الرئيس التوافقي فكرة فاشلة لأنه بيصبح آخر شيء ما قالوا لا طعم ولا لون ولا ولا ولا، بينما فكرة الرئيس الوفاقي منا فكرة فاشلة لأنه الرئيس الوفاقي هو شخص عنده مواقف بس قادر يوفق بين الأفريقا. الرئيس سليمان بالذات ابتدى عهده يعني إجا بتركيبة توافقية ولكن بممارسته انتقل من موقع التوافقي لجاجة بيكون إذا بدك يعمل موقف وفاقي. من هيك إذا بتلاحظي بالسنتين السنتين الأخيرتين كان عنده مواقف واضحة وثابتة بكل شيء. في فريق انزعج، في فريق رضي، بفترات أخرى كان العكس، كان في فريق راضي وفريق مش راضي. ما مارس بطريقة يكون بلا طعم وبلا لون، بالعكس. ويمكن كمان هيك اليوم بنهاية عهده منيح كمان نحيي الشخص رئيس الجمهورية اللي كمان مارس بظروف كتير صعبة، بانقسام كتير صعب بالبلد، وصل بتركيبة كتير صعبة وقدر يعمل ممارسة لا بأس بها أبدا، وقدر ينهي عهده بطريقة يعني عمل طلعة الرئيس سليمان كتير منيحة، وبآخر عهده كان فعلا كل مواقفه هيك صريحة وواضحة وإذا بدك وصحيحة وصحيحة، مش لأن التقت مع 14 أدار لأنه التقت مع إذا بدك الخطاب الطبيعي لرئيس جمهورية. ليه ما بتطرحوا التمديد للرئيس سليمان؟ لأنه هذا شيء مش طبيعي. ليه ما بتطرح تمديد؟ يعني أول شيء هو مش طارح تمديد لنفسه، بعدين عنا استحقاق، ما في حرب بلبنان، ما في مشاكل أمنية، ما في شيء. بس يبدو إنه في فراغ بين فراغ والتمديد، مش أفضل لا التمديد؟ لا ما في، نحن لازم ما يكون في لا فراغ ولا تمديد. خلي يصير في انتخابات، أنا ما أفهم شو مشكلة يصير انتخابات. ما في نواب. إذا على هالحالة ما حيصير في انتخابات. أوكي ما ليش نحن بهالحالة؟ يعني تتفضلوا أفريقيا أصلاً ينزلوا على المجلس. يعني يحن عم نتفرج عليهم واصلين على المجلس، ليش ما نفوتوا بينتخبوا؟ بس حدا يشرح لي شو المشكلة نفوت ننتخب رئيس؟ لانه ما في اتفاق على رئيس. أي اكيد هذا المبدا العام، هذا بتقول الوفاقي افضل من هذا المبدا العام يعني. بالحياه دائما حيلا مرشح في ناس معه ناس ضده، بيفوتوا على الجلسه بينتخبوا حدا بيربح يلي هذا اللي انت معه او اللي انت ضده. ايضا النائب نبيل الاولى، ليه شو في اليوم جلسه نيابيه؟ نحن بنجي بنأمل النصاب وقت يلي بتصير الانتخابات جديه وما في ما بعود في عمليات تعطيل من خلال عدم تغيير المواقف اللي موجوده. فبقى انتوا ما عم تحضروا، مين عم بيعطل؟ انتوا ما عم تعطلوا النصاب؟ نحن عم نعطل النصاب، شو تغير لنجي؟ بدنا نكرر الورقه البيضاء ولا بدنا ننتخب رئيس الجمهوريه؟ ليه ما مرشح لحتى يصير في انتخابات حقيقيه؟ ليه ما بيكون؟ لانه نحن ما بدنا مرشح تحدي، نحن بدنا مرشح يكون يقدر يوفق بين اللبنانيين، مش مرشح يتحدى اللبنانيين. ما في بكل قوى بتأمن من أزار مرشح يوفق بين اللبنانيين، بس يبطلوا المرشحين التحدي موجودين ساعتها بتلاقي في مرشح. دكتور صارت ناضجة يعني ملامح للرئيس الوفاقي؟ إن شاء الله خير، نحن بالنسبة لنا موجودين حينما تنضج الأمور بتصير جدية بمعنى أن يكون هناك رئيس لكل لبنان، ساعتها نحن رح نكون أول الناس رح نأمل النصاب ورح نصوت. بالنسبة للكتلة العماد عمر هو الرئيس التوافق؟ نحن بالنسبة لنا لليوم ما في رئيس إلا العماد عمر. اقتنعت؟ أكيد لا. مية. كان يقول لي بي أنا صغير كان يقول لي مثل ما بحياتي فهمته بس هو عم بيشبهك حالي، كان يقول لي نمت مدري كيف وعيد مدري شو بني. شاطر يفهم. نحن بنحضر اذا في رئيس توافقي وقت يصير جدي، لانه نحن ما بدنا مرشح تحدي، بس نحن بنعتبر انه ما في مرشح غير عماد مشرع. قصه طويله ما عكرها خلص، ما بدناش نرجع نعيد موقفنا، صفي عم نتساجر على الفاضي. اذا الكلام مقنع عال خلي بيقتنع. ما بتعتبروا انه الدكتور سمير جعجع هو مرشح تحدي؟ لك مش هون نقطه، خي مرشح اللي بدك اياه، لهم حق يعتبروا اللي بدهم اياه، ما ينتخبوه. يعني نحن بلد ديمقراطي، بيترشح واحد مش عاجبك ما بتنتخبه. بس شو ما عم بفهم. طيب بس شو مفهوم الانتخابات؟ ما هي بالانتخابات انت بيكون عاجبك زلمه بيترشح، بيكون في 10 مرشحين غيره، هوليك العشر مرشحين اصلا بالمبدا مش عاجبينك، من هيك بدك تنتخبي هالزلمه. بتيجي بتقولي لانه في مرشح مش عاجبني
ما برشح العاجبني وما بنزل على الجلسة وما بنتخب حدا. طب ما انتو كمان كتائبيين مش عاجبكن، بمعنى مش عاجبكن الى درجة القناعة انه هو يكون رئيسكن ورئيس الجمهورية، بس عم تنتخبوه. منو؟ انتو كتائب عن دكتور جعجع. ايه؟ ايضا رح تابع معك. مش تهمي اذا عملية المقاطعة او ما يسمى الغياب هي تلافيا يعني لإسقاط لبنان بأنموذج من نماذج الصدام، فهو شرف مشتهي وشرف ندعيه ولا نخشى منه. الموضوع هذا البلد لا يقوم إلا على الوفاق والتوافق. الوفاق هي سمة الديمقراطية التوافقية. لما بيطرح الآخر الأنموذج التصادمي علينا أن نستعمل كل وسائل العقلانية لإعادة الأمور إلى نصاب السليم. اوكي شو بدي اقول؟ انتم هالقد مقتنعين بانه فعلا دكتور سمير جعجع هو هو رئيس جمهورية؟ انا مقتنع، انا سيرج داغر مقتنع برئيس جمعية كمرشح. طيب شو عم تقبل انه نواب الممثلين عم يتخبوا؟ لانه بالحياة ما في، لانه بالحياة انا مش عايش بجمهورية الكتائب اللبنانية، عايش بجمهورية لبنان. هلا رح تنبسط لانه حليفكم عم يحكي. اولا جئنا اليوم في 7 ايار، اولا على 7 ايار 2014 يحسن صورة 7 ايار 2008. 7 ايار 2008 كان يوما اسودا في تاريخ لبنان، على 7 ايار 2014 يغير هذه الصورة ويجعل من واحة الديمقراطية في لبنان أكثر اتساعاً ويجعل الأمور في منحى إيجابي أكثر. نحن لن نمل من متابعة الحضور إلى المجلس النيابي في محاولة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. الديمقراطية تعطي الحق ربما في الحضور والغياب، ولكن هناك واجب وطني على الجميع لانتخاب رئيس جديد قبل 25 من أيار. شكراً. أنا عندي سؤال لك. الرئيس بري مقتنع بالدكتور جعجع كمرشح عم ينتخبه؟ بس الرئيس بس لا 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 إيه لا. كتلته كله شو عم تعمل بالقاعة؟ هم أنا مقتنعين بترشيح دكتور جعجع، ما عم ينتخبه، شو عم يعملوا بالقاعة؟ ما عندهم مرشح يمكن. شو ليه عم ينزلوا؟ لأنه عم ينزلوا مثل ما عم ينزلوا أيضا. لا إيه أنا ما عم ينزلوا، قصدي عم يعملوا الأمر الطبيعي وإنه ينزلوا. ما هيك؟ عم يمارسوا بطريقه طبيعيه. ليش فاذا ما بت نائب وليد جنبلاط مقتنع دكتور ترشيح دكتور جعجع؟ نائب عقاب سائر مقتنع؟ بعد ما بعرف ماني معه، بس بعتقد ليش ما بيجي على جلسه الانتخاب؟ في اهم ليه ما بيجي على لبنان من 4 سنين؟ ليه؟ زميلي عم بيقول عنده مشاكل امنيه، يمكن منه حابب زلمه يستشهد يعني. شيء عم بيقول انه هيك انه هذا نفس السؤال انسال عن جبران تويني بوقتها. بس انه هو شو ترهيبه هذا الامر انه اذا بينسال في نواب وفي استحقاق رئاسي، اذا هالقد مهتمين بالاستحقاق ينزلوا كلهم. هلا كتلته كلها عم تنزل، زلمه ما بده ينزل عنده اصوات. ما انتوا على الصوت عم تفرق. لا ما بتفرق، لو بتفرق على الصوت منك كان اجى فرقت على اصوات معينه. اي صوت فرقت من ال 47 لل 65؟ طيب. يعني اذا اجى هو نائب سيدا جعجع تغيبت هذيك الجلسه. اوكي كان في عنده اسباب اي اكيد، اذا ما عنده اسباب اكيد غلط. طيب هن عندهم اسباب ويمكن يحوا عم ينزل بعض. اوكي بس عم ترجع تنزل، يعني في واحد يغيب مره او يسخن مره او يسافر مره هذا طبيعي. بس ما في ان نعنى انه الطبيعي انك ما تشاركي بجلسه الانتخاب. ما ليكس ننسي معلش شو الاولويه؟ ما بنسخف الامور يعني. لا بس شو الاولويه يعني؟ نائب بيستريد جعجع تطلع كل وجهات النظر. شو الاولويه يعني اذا المرشح هو رئيس حزب القوات و عندها اسباب؟ ما بعرف ما كنت قاعد معي. ممكن يكون في سبب اولويه اكثر. وحياتي ما بعرف، بدك تساليها له. انا بعرف شو عنك، ما بعرف وين كانت او شو كانت عم تعمل. نائب جورج عدوان يصرح وبعدين ببقى بحكي لكم. يعطيكم العافيه. يعني ست نانسي انا برايي حتى انتم كاعلاميين مزبوط الاعلامي بيكون موضوعي وبينقل كل وجهات النظر، بس بالاخر كمان الاعلام عنده دور يضغط مع الناس مثلي ومثلك وكلنا تيكون عندنا رئيس جمهورية. يعني ما عندنا دور. مين قال انه اليوم كمان انه هذا النظام الاعلام بيضغط؟ مين قال انه هذا النظام ايضا يعني يعتبر خير مثال غير النظام ربما بالنسبه لبعض الاعلاميين النائب سنجابي؟ نحن اصلا شو طارحين؟ نحن طارحين تطوير النظام. انا موافق لا زالت يعني تقاطع الجلسات، في اصرار عن تكتيك. بالتاكيد نحن حنكون حاضرين ومشاركين وداخل القاعه مش خارجها بالتاكيد. على كل حال يعني بدها يمكن عمليه انضاج
التوافق، لأنه اللي عم نلاحظه أنه كل الكتلة النيابية اليوم أصبحت تتحدث عن ضرورة البحث عن توافق، فيمكن بدها شوية وقت لإنتاج التوافق. هل التوافق بعد 25 يناير؟ نتمنى يكون قبل، نتمنى يكون قبل، بس يعني إذا بتلاحظي التصريحات اليوم من عدد من الكتل حتى الإلى مرشحين عم يحكوا بأنه مطلوب إيجاد بديل توافقي. هل ينتظر توافق الأطراف اللبنانية توافق السفرات؟ نتمنى لا، يعني لازم نحن نعمل جهد داخلي. شكرا. هيدي ممارسة طبيعية، ما أنه موافق بيشارك، بيشتغل على توافق، على إنضاج توافق، بس بيشارك. طيب بس كمان بالآخر البعض يقول تحديدا إذا بدنا نحكي فعلا، يعني تقول حضرتك أنه لازم يكون في دور توعية كمان. كلنا هذا المجلس، كلنا نحن بالآخر مواطنين، أنت مواطنة أنا مواطنة، بس أنتم نواب ما ودتوا لأنفسكم، مين أعطاكم هذه الصلاحية؟ أنا أساسا ما صرت نايب، يا ريت كنت أنا. أنتم حزب ما شاركتوا بهذا الأمر؟ أنتم كحزب كتائب؟ لا ما في مشكلة، ما في مشكلة. مين أعطاكم صلاحية تنتخبوا رئيس؟ أنتم مددين لأنفسكم. أنا موافق، أنا موافق. تنحكي عن هذه المرحلة بالذات، نحن ليش وافقنا على تمديد المجلس النيابي واللي هو أمر كتير بشع، وأنا وياك متفقين إنه كتير بشع، حتى نحن ملاقيينه كتير بشع، ومنا من الخطوات نحن كتير مبسوطين فيها. ليه؟ لأنه جينا نحن اجتمعنا ببكركي وقلنا أنه ما ممكن يبقى التهميش المسيحي مثل ما هو، يعني عندك مثل ما بقوله بالفرنسية فيرتوال ما، يعني افتراضيا عندك نص المجلس النيابي، ولكن فعليا عندك أقل من ثلثه. جينا نحن قلنا ما فيهم كمان مسيحيين يبقوا هيك، بدنا نجرب نوصل على قانون بيعطي المسيحيين حقهم إلى أن تتغير يمكن هذه الحصة بمجلس النيابي، بس أنه ما يكون في لعبة تكاذب وطني. نحن بدنا قانون يخول المسيحيين يجيبوا نوابهم. اشتغلنا على شيء، قانون الستين كلنا متفقين أنه قانون سيء، سيء التمثيل وبيشكل غبن كبير للمسيحيين. طيب. متفقين. طلعنا على اللقاء الأرتدوكس. طلعنا على بكركي. اجتمعنا وقلنا لو شو ما صار ما بقى نمشي بقانون الستين كلنا كمسيحيين. طيب. صار في بحث مجموعة من القوانين الأرتدوكسي وغيره والنسبية ودوائر و15 دايرة و12 دايرة. وصلنا على آخر بالآخر ما قدرنا نقر قانون. أوكي. اصبحنا بمحل عم بحطوا علينا ضغط انه يا بتقبلوا بقانون رح نتابع. تفضل. دور كل الجلسات ومصرين على السعي دائما للتوافق لانتخاب رئيس جمهوريه للبنان، سنحضر في كل جلسه وسناتي كل يوم تحدد فيه جلسه للسعي لانتخاب رئيس. سعاده النائب، هل تنتظرون حل من الخارج لانه بالداخل اصبح من المستحيل تامين النصاب؟ نحن سعينا لتوافق منذ فتره طويله من الزمن لنصل الى اتفاق على انتخاب رئيس جمهوريه. الفريق الآخر لم يحدد حتى الآن موقفاً واضحاً، طرح مرشح تحدي واكتفى بهذا الأمر. الجميع يعلم أنه لا يوجد فريق يستطيع أن يحقق فوزاً على فريق آخر. انتخاب رئيس بأمس الحاجة إلى توافق الجميع لكي نصل لإنجاز هذا الاستحقاق بدون تدخل أحد. نستطيع كلبنانيين أن نتفاهم. نحن سعينا كفريق 8 أدار عبر ما قام به الجنرال عون خلال فترة طويلة ولم نصل إلى جواب حتى الآن. تابع، رح تابع معك على فكرة. بس إذا كل هالكلام اللي نقال مزبوط أنه كل المشكلة مرشح التحدي، بتمنى إذا شي نهار وصلنا على مرشح آخر من 14 أدار مثل جاي جميل أو نائب بطرس حرب، بتمنى لليوم عم بيقولوا أنه ما عم بينزلوا لأن المرشح مرشح تحدي يأمنوا نصاب، لأن إذا ما أمنوا نصاب بوقتها شو بيكونوا حسب رأيي؟ انتوا قرروا بالاول. لا لا ايه بس هاي خلينا نحطها هيدي انا وياك هلا. وصول الرئيس امين الجميل الى الرابيه منذ قليل، ولا نقلا عن الزميله الاو تي في ومنذ قليل ولقائه مع الرئيس امين الجميل مع العماد بشار عون. معقولكم مقتنع هلا يخرج مقتنع رئيس الجميل بالعماد مشار عون وميرشو؟ ان شاء الله، ان شاء الله اذا قدروا يتفقوا. 82 اقتنع فيه بركي اليوم ان شاء الله. اذا بيتفقوا على الثوابت ليش لا، ما عندنا عقده نحن. برجع بقول لك ما عندنا عقده. طيب كنا بقانون الانتخاب، فاذا وقت وصلنا محل يا بنرضى بقانون الستين يلي هو اقرار مسيحي بعدم القدره على جيب نواب مسيحيين، يا اما باللقاء الارثوذكسي. نحن مش احنا مشينا اوتوماتيكيات، ما قطع لقاء اوتوماتيكي، نحن الكتائب كفينا فيه للاخر. ايه صحيح، ما ماشي، صفينا باخر لحظه يا قانون الستين
يا تمديد. لا والله ساعتها فضلنا التمديد لسببين. اولا لانه اذا قبلنا بقانون الستين بعد مره يعني شكلنا ما حنقدر نغيره بحياتنا، واحد. اثنين، قانون الستين هو اصلا تمديد لانه معمول بطريقه كيف ما برمتي بيرجع بيجيب ال 128 نائب اللي قاعدين هلا بمشنوه. طيب بس كمان يعني في اراده ناخب، انتم كلكم اللي وافقتوا على ما هل اراده الناخب انه 60 ويرجعوا نفسها طول، وانتم كنتوا يعني كحزب اذا ما قطع القانون الديكا الارثوذكسي فيكم تاخذوا الموقف اللي اخذوا تكتل التغيير والاصلاح بحينه ورفض، او التيار الوطني الحر تحديدا مش تكتل ورفض. انا رافض انه 60 اليوم ومبارح وبكل لحظه وحتى هلا. بس انه شو ما صار اليوم رح يقولوا لكم انتم مجلس ممدد لنفسه، موافقك ما عندكم شرعيه كمان. موافقك موافقك موافقك. انا ضد التمديد، وانا اليوم حتى بلاقي انه هذا المجلس مطعون بشرعيته، مش انا مش عم شارعك، وانا اكره شيء لإلي هيدي قصه التنديد اللي صارت، واكره شيء لإلي نبقى نمشي بقانون 60. من هيك اصلا يعني عم نسعى كل يوم تنشر الراي العام اللي ما موافق على كثير اشياء. انا من الراي العام اصلا بس يعني بالاخر كانه بس ملزم بطبقه سياسيه عم تحط قدام امر واقع. من ليش نحن عم نجرب نغير النظام ونغير القانون الانتخابي تنغير هالطبقه السياسيه؟ أيضاً. انا موافقك، انا موافقك 100%. احنا اصلا ما بنعتبر حالنا جزء من الطبقه السياسيه لانه مثل ما عم تقولي ب 60 او 70% من الاوقات عم نلاقي حالنا نحن ما بعرف شو التعبير العربي المضبوط، فرستري يعني اذا بدك، مش عندكم هلع خوف عندنا، لا هيك عندنا بانيك اذا بدك منها طبقه سياسيه. انا موافقك يعني في كثير من الاوقات يمكن بالسنتين الاخيرتين اكثر من 4 أو 5 مرات انجبرنا ننقي بين خيارين سيئين. يعني اساسا اي قرار سيء سيء، يعني انا لك قرار التمديد وال 60 60 قرار سيء، التمديد قرار سيء. ما عم دافع ترشيح دكتور جعجع قرار له مستلزماته. ايضا من ضمن اليوم المواضيع شو المشكله بانك معلش لا لانه كتائب شو المشكله بالتحديد مع دكتور جعجع؟ دكتور جعجع واحد من افريقيا اللي شاركوا، عنده مرشح ينتخب مرشح اخر ويرضى بالامر دايماً. وعم بتقول حضرتك انه انا مش عاجبني الموضوع، انا بدي الرئيس الجمهوريه بس انا ما مش عاجبني ضرورات قوميه وطنيه عليا. تحالف سياسي في مجموعه من المرشحين بالاخر ما اتفق على واحد، يعني اوكي لو اتفقنا على اجمل طب القواجه شو بده يقول، واذا اتفقنا على بطرس حرب شو بده يقول القواجه والكتائب؟ ما الحياه مالنا كلها في بس انت شو بدك وبس، يعني احنا ما عم ننتخب رئيس لحزب الكتائب، احنا عم ننتخب رئيس الجمهوري. اليوم من ضمن الامور الجدليه او التي تثير جدلا زياره البطريرك الراعي الى الاراضي المحتله. ما بعرف ليش تثير جدلا على فكره، بس ما بتعرف ليش تثير جدلا؟ ما بتعتبرها تثير جدلا؟ شو موقفكم بهذا؟ شو اول شيء بترك الماروني ما حدا بيقول له شو يعمل وشو ما يعمل وين يروح وين ما يروح، ما اعرف اصلا ليش في ناس عم يعطوا رايهم بالموضوع، انه حدا سالهم يعني اليوم اللي مشوا انه بس كيف هذا المنطق؟ لا مش لا عم في اليوم راي اخر بهذا الموضوع، اول شيء بطريرك الماروني هو مواطن لبناني. انا ما بقول ما في فيك انت اليوم كمواطن لبناني تروح على الاراضي المحتله؟ لا لانه انا رح لك شو انا بروح بس رح افسر لك شو الفرق بيناتنا. ايه؟ بترك الماروني منه بترك لبنان، هو بترك انطاكيا وسائر المشرق. طيب يعني الارض يلي رايح عليها هي ارض تحت سلطته وتحت ولايته. اوكي دونك هو اصلا عنده اجباري يروح مره كل 5 سنين بقانونه الكنسي. كان يخالف القانون الكنسي البطريرك صفير بمكان ما يمكن ارتقى ما يروح لاسبابه بس بمحل لازم يروح، هذا واحد. اثنين، نحن كاعداء لدوله اسرائيل اوكي كناس مع القضيه الفلسطينيه كناس معنيين بهذه الارض يلي ولد فيها المسيح واللي هي اذا بدك الارض طلعوا منها الانبياء، شو عم نعمل؟ عم نعطيهم اياها وكانه هي لالهم. اول شيء مين قال انه هن عندهم سلطه هونيك اكثر منا؟ نحن عندنا سلطه اكثر منهم. كيف اول يعني؟ شيء نحن الوجود المسيحي بهيدي الارض قبل ما تفكر تخلق دوله اسرائيل، نحن قبلهم هونيك ونحن بعدهم هونيك، وهونيك في شعب مسيحي تابع لسلطه الكنيسه، نحن قبلهم وبعدهم هونيك. رح تابع معك بهذا المحور حتى ما نقطع اكثر من مره، فاصل اعلاني ونعود. مشاهدينا برحب فيكم مجددا ونتابع حوارنا مع عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب سيرج داغر، وايضا مع متابعه لجلسه المقرره ان تكون جلسه انتخاب رئيس جمهوريه اليوم في 7 أيار. كنا عم نحكي عن زياره البطريرك الراعي او الزياره المقرره للبطريرك. كنت عم بقول لك انه بالاخر هي الارض نحن كنا فيها قبل دوله اسرائيل وباقيين فيها بعد دوله اسرائيل والاحتلال الاسرائيلي. بقى بمحل كمان يعني بيجي البطرك عم بيقول لك انا رايح بزياره مجابهه، رايح وقف بوجهن قال لهم هاي الارض ارضنا، هذا الشعب شعبنا قبل ما انتم تكونوا هون، ما رح التزق باي مسؤول اسرائيلي، ما رح اخذ حمايه امنيه من اسرائيل، ما رح يعبر على حواجز، ما رح انزل بمطار اسرائيلي، نحن اصلا كلبنانيين كان نعبر على حواجز اسرائيليه بقلب ارضنا، ما كان يمنعهم يكونوا اعداء.
ما بحياتهم كانوا غير اعداء حتى وقت ما نحن هيدا الموضوع. نحن في ناس قاومته وفي ناس تعاملت معه كمان. اذا بدنا ناخذ لبنان كمثال، الناس اللي قاومته اللي كانوا عايشين بالجنوب كان يقطعوا على الحاجز، ما هيك مجبور يقطعوا على الحاجز لانه كانت قوة احتلال. ما ليش عمل ليش هونيك شو مش اسرائيل اليوم؟ طيب ما انا محتل الاراضي المسيح الفلسطيني يدفع هذا الثمن. انا مواجهة الاحتلال ليكي معلش، لما كان في احتلال سوري بلبنان ما هيك اجى البابا على لبنان. اجى البابا ما اعترف باحتلال سوريا للبنان، اجى البابا اعطانا نفس لكلنا نحن اللي قاومنا، ما اعتبرنا انه هو طبع مع سوريا. بالعكس اجى وجود سوري في لبنان كان احتلال لبعض الافرقاء بالسياسه بوقت البعض كان يعتبروا ان السلطه الشرعيه طلبت التدخل. خليك انا معك، عملك انا بقناعتي انا من فريق سياسي كنت معتبره احتلال. لما اجى البابا انا ما قلت ليش اجى البابا ونحن بلد محتل عم يعترف فيهم، انا جيت استعملت مجيته لقوات نبضي لواجههم اكثر. ونحن هذا المطلوب بالعكس نعمل اليوم بزياره البترك. البترك رح يروح رح يحكي كلام واقف ضد اسرائيل، بالعكس خلي المسيح الفلسطيني والمسلم الفلسطيني يستعمل هذا الشيء ليوقف بعد اكثر بوج اسرائيل. اليوم الاسرائيلي لا ارض له ولا بلد. سوري عنده بلده وارضه ووجوده العسكري في لبنان كان وجود عسكري او احتلال عسكري كنت سموه، بس اليوم الاسرائيلي يريد الارض وإقامة بلده على أرض الفلسطينيين. ما نعرف شيء. طيب إسرائيل عدو، ما هذا تصنيف العدو، العدو ما بيكون أدمى، بيكون ما عم بيعمل القصص اللي عم تقوليه. بس أنتوا عم بتسوون بين بعض، عم تقولوا هون الحواجز وهونيك الحواجز. عم بعطيك مثل، عم بقول لك أنت اليوم عدوك. ما في تشبيه. عم جاوبك كيف؟ عم بقول لك عدوك يمكن أوقات بتضطر تقطعي حاجزه، مش معناتها بصير عاجبك، بضلوا عدوك. أنا عم بجي بقول شو؟ اليوم مفهوم إسرائيل قائم على شو؟ قائم على الأحادية، قائم شو بيسوقوا بالغرب؟ إنه شو بيبيعوا؟ إنه هن الأوادم. لانه الاسلام والمسيحيه ما بيتفقوا، مش هيك؟ مش هيدي هيدي نظريتهم انه هن والله الاسلام شيء عاطل وهو اللي اصلا هيدي نظريه بتسوقها اسرائيل بالغرب، من هيك اوقات بتنجح. نحن اذا بنفرجي تضامن مسيحي اسلامي بهيدي الزياره بعد اكثر من قبل، لازم المسلمين ينزلوا او يكونوا اول ناس عم يستقبلوا البطرك الماروني هونيك ليفرجوا التعايش المسيحي الاسلامي يلي هو مناقض لفكره الاحاديه اللي بتنشرها اسرائيل. نحن لازم نستفيد من هيك الزيارات. منطق اليوم البعض يعتبر انه شو نحن كل عمرنا بلبنان نحكي بالتعايش واسلام مسيحي قتلوا بعض، انه بس مهم اذا نزلوا استقبلوا البطرك يعني صار في تعايش اسلامي مسيحي. لكن نحن شو قصدي ما في تعايش اسلامي مسيحي، ولا نحن كل ما نلتقى رح نقتل بعض، ولا لازم بالعكس نفرجي مثلا لانه هلا زياره البطريرك الى لازم تكون مناسبه اضافيه بهذا الشيء. هو هيك عم يقول. سمعتيه امبارح؟ سمعتيه اليوم شو قال؟ سمعتيه على زيارته شو قال؟ انا رايح بزياره تحدي، ما رح اقبل ولا مسؤول اسرائيلي، انا هيدي ارضي وشعبي، انا كنت هون قبل ما انتم تكونوا هون، هيدي ارض تعايش مسيحي اسلامي، انا برحب فيها، استقبل لا استقبل. شو بدك اكثر من هيك؟ هيدي اهم رساله عم توجهها للعالم. رح نتابع الى النائب احمد فتحي. يوم 7 ايار هذا يوم اسود مشؤوم بتاريخ البلد، كنا بنتامل انه الفريق السياسي المسؤول عن هذا السواد انه كان يحولوا اليوم الى يوم مجيد فعلا بانتخاب رئيس جديد للجمهوريه، ولكن يبدو ان البعض مصر على ابقاء هذا التاريخ يوم اسود بتاريخ لبنان. نحن اليوم نعتبر بكل صراحه انه كل قوى 14 دار والمبادرات الجديده اللي عم تعملها وتحديدا عم يعملها رئيس الجميل اللي هي بالتنسيق مع كل قوى 14 دار هي المبادرات الوطنيه الحقيقيه، بينما الطرف الاخر مصمم على عدم تسميه مرشح وعلى ممارسة التعطيل، بيتحمل مسؤولية إذا حصل شغور بموقع الرئاسة بآخر الشهر. هذه الحقيقة. ولكن الأدلة أنه حضرتكم طارحين مرشح تحدي، لا أبدا. يتفضلوا يطرحوا مرشح توافق، يتفضلوا يطرحوا مرشح توافق لنشوف. حتى الآن ما حدا عم يطرح مرشح توافق. المبادرة التوافقية الوحيدة اللي بادرها اليوم عم يعملها رئيس جميل، وهي عم تنعمل بالتنسيق مع كل قوى 14 دار، وزيارته امبارح للدكتور سمير جعجع واليوم لرئيس ميشيل عون دليل انه فعلا قوى 14 دار هي الوحيده اللي عم تسعى للتوافق، بينما الاخرين عم يسعوا للفراغ ولافشال عمل مجلس النيابه. رئيس جميل دكتور جعجع بترشحه لرئاسه الجمهوريه واضح جدا احنا اليوم بقوى 14 دار عم ننسق تنسيق كامل في مبادره للرئيس جميل، اذا فعلا تبين انه في اطراف مستعده للتوافق بالتاكيد قوى 14 دار كلها مجتمعه حتلاقي هذا التوافق، اذا كان في نيه للتوافق، بس بده يكون في مرشح توافقي مش مرشح نبش قبور. يعني سيكون رئيس امين جميل مرشح
انقاذ ل 14 اذار؟ لا، 14 اذار مش بحاجه لانقاذ. 14 اذار اليوم هي المبادره الوطنيه اللي بحاجه لانقاذ الاطراف اللي ما عم يعملوا اي مبادره على الصعيد الوطني ابدا نهائيا، وهدول المطلوب منهم ينقذوا البلد، ينقذوا نفسهم. اليوم من غيابهم المستمر عن جلسات مجلس النواب، الرئيس جميل عم يعمل مبادره لانقاذ رئاسه الجمهوريه، وهيدي المبادره نحن بنحييها بالتاكيد. شكرا. بأكيد يعني متوقع أنه يعني يشيد بمبادرة، وأكد دعمه كدعم 14 أذار لمبادرة الرئيس أمين الجميل. بس قبل متابعة الموضوع، استطرادا من كلام الدكتور فتفت، الدكتور فتفت بالحديث عن التاريخ وعدم نسيان التاريخ يذكر 7 أيار ويصوب على هذا الموضوع، علما أنه العفو أيضا ب7 أيار صار بمشاركة مش بس بحكومة، بحكومتين وصفوا، يعني الحكومة السابقة بحكومة الرئيس سعد الحريري واليوم حكومة الرئيس تمام سلام. شو بيعتبر أيضا تنتقد هذا الأمر؟ أنه ما شارك بالحكومة، يا بده يرضى يا ما بده يرضى. أنا بالآخر برجع بقولك، أنا كل العودات للماضي بالنسبة إلي ما كتير بتفيد. هلأ الفرق بهذه المرحلة أنه الحزب الله بعده سلاحه موجود، يعني الموضوع بعده أكتوال، يعني مش أنه صار اللي صار ب7 ايار ومن وقتها تسلم السلاح ورجعنا على الدوله ولليوم عم نرجع نحكي بالموضوع. يعني اللي صار ب7 ايار في يصير بعد بكره ان شاء الله، ما بيصير، ويمكن كل الافريقاء ما عنده نيه السبب بعده يصير. موجود ايه، بس انه قصدي كل اذا متلبوله كل واحد بعده على سلاحه، يعني بالاخر وهذا المثل مش عم نحكي بس عن سلاح بس بينطبق هون، يعني بالاخر هذا شيء بعدنا معارضين يصير. يعني بكل مرحله بنشعر هيك في تشنج سياسي البلد، هيك السلاح بتحسي عم بيتحرك بمكان ما، فهذا الفرق بين اثنين. يعني هذيك مرحلة أخرى بالحرب انطوت، هذه مرحلة بعد ما انطوت بنتمنى أنه تنطوي على كل حال، ويصير كل هالحديث من الماضي. بتمنى يجي نهار ما يكون بقى في موضوع اسمه سلاح حزب الله، بالعكس يكون حزب الله جزء أساسي من الدولة اللبنانية. بمتابعة بموضوع زيارة البطريرك الراعي، البعض يقول بأنه ويطلب من البطريرك الراعي التراجع عن هذه الفكرة لأنها ستعيد إلى الأذهان اتهام المسيحيين أو جزء من المسيحيين بأنهم هم من تعاملوا مع الإسرائيلي، وبتنرجع ننبش كمان دفاتر الماضي، وتحديدا أنه الشكل يطغى على المضمون بهكذا زيارة. وقد ما قلنا اليوم حتى من داخل الأراضي المحتلة في أصوات من مسيحيين، من رجال دين مسيحيين تفهموا عدم ذهاب البطريرك الراعي إلى القدس المحتلة. بالآخر في آراء، أنا أعطيتك رأيي، أنا مع هذه الزيارة، أنا مع أن عم يعمل البطريرك، أنا مع موقفه الثابت، وأنا مع أنه تكون هالزيارة زيارة تحدي لدولة إسرائيل الغاصبة. هلا البعض بيعتبر انه هيدا الشيء ممكن ينبش الماضي، على فكره كنا نرجع نحكي بقصه الماضي على طول، واذا المسيحيين تعاملوا مع اسرائيل. نحن برجع بقول لك ما بنستحي بولا مرحله من تاريخنا، كل مرحله كان لها ظروفها، في مراحل عملنا اشياء عجبتنا، في مراحل عملنا اشياء مش عجبتنا ولكن كانت ضروريه بوقتها. هيدا قصه تعيير المسيحيين، خلينا نكون مهذب وقول مش مقبول، مع انه فين يكون مهذب اقل وقول غير شيء. وعلى فكره اساسا هيدي كمان لانه الليبل المسيحي، بنرجع كمان نتذكر انه جيش لحد ما كان مسيحي، ما هيك؟ كان في من كل الطوائف، صحيح؟ بنرجع نتذكر انه في طوائف اخرى كانت بترزع على الاسرائيليين هن وفاتين، ما هيك؟ من 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 جمهور الممانعه والمقاومه. فما حدا يعطي دروس لحدا. بالاخر المسيحيين بفتره ما لما اختاروا بين الزوال، لانه كانوا عم بيسوقوا لنا نظريه انه يلا على الباخره وبرا وهيدا فلسطين البديله، اخذوا سلاح من المطرح اللي كان يقدرين ياخذوا منه سلاح، لا اكثر ولا اقل. طيب بس اليوم يعني كمان كل واحد بده يحكي عن هيدي المرحله يتذكر ليش المسيحيين كانوا مزروكين. طيب بس اذا اليوم هو كان شريك بزركتهم، اذا هو كان شريك بزركتهم يسكت وينضب. طيب ايضا البطريرك الراعي يقول سالتقي المبعدين الى اسرائيل، اللبنانيين اللبنانيين المبعدين. الرد جاي من بعض الأطراف، أول شيء ما اسمهم مبعدين، اسمهم مبتعدين، ما حدا نفاهم وما حدا أبعدهم. في منهم من تعامل مع الإسرائيلي، في منهم من شارك بقتل لبنانيين وهرب إلى إسرائيل خوفا من المحاسبة.
شو اللي شاركون هذا ما يعني معروف الموضوع. اول شيء نحن مع عوده المبعدين الى اسرائيل. نحن بالنسبه ليش اسمه المبعدين؟ لانه في ناس مثل ما عم تقولي بركي شاركت وقتلت، في ناس خافت، هذا يعني مزبوط. واحد كان يعني بالاخر هذا ابعد من الخوف، يعني في حدا خوف وابتعد، يمكن ما كان عنده سبب بعدين تبين يخاف او ما يخاف، يمكن لو بقي ما كان صار شيء. بس حلو نحكي انا وياك هلا عايشين، نحن قاعدين اليوم على رواق. طب ما بيرجعوا القانون فيه القانون اليوم، ما نحن ما واكثر ما حتى بالتفاهم بين التيار وحزب الله كالحزب الله، لأنه البعض يقول أنه خافوا من ردة فعل حزب الله بعد التحرير. حزب الله بالتفاهم مع التيار نص على أنه فيه يرجع اللي بده يرجع وليخضع للقوانين. من تعامل نحن ما بناخذ ضمانات من حزب الله، نحن ما بناخذ ضمانات من الدولة اللبنانية، هذا واحد. اثنين، نحن مع أنه يرجع، بس الدولة كانت غايبة بوقتها لأنه عن هلا يعني هلا الدولة حاضرة عملك هلا اليوم. طيب. إذا بناخذ ضمانات اليوم ليه ما بيرجعوا؟ عملك شو؟ نحن مع أنه يرجع، ولكن كمان هو اليوم ناس مش أنه والله هني قاعدين منظمين عم تحكي معهم كل يوم. هو اليوم الناس عايشين ببلد انت عدو لك، ما في تواصل بينك وبينه، ويمكن هذه مناسبه هالزياره يقدر يحكي مع هالناس، لانه يعني يمكن انه لازم يرجع، يمكن هالشيء بده آلية، يمكن هالشيء بده تواصل. كيف يرجع هيك يعني بيحمل حاله وعم ياخذ شنطه وبيجي؟ ما لنا بهالبساطه، بده ياخذوا ضمانات. بعدين مثلا مش عارفين هن اليوم مين متهم مين مش متهم. عم تيجي تقولي انت يمكن في ناس دي يعني اذا بدك ثابت عليهم انه اجرموا او عملوا او عار. في ناس لا، بس مش عارفين شو وضعهم القانوني. يعني في ناس بركي كان والله بيجيش لحد مغروب على امره او مبسوط او زعلان، هذا ما بيعرف شو اليوم الوضع الحالي قانونيا بلبنان. يعني هذا ملف صعب وهذا ملف انساني. برجع بقول لك بتعرف بيزعلني اكثر من هيك، يعني في ناس عاشت بهالمرحله وشاركت كانت عسكر او ما كانت، بس او شيء هون عندهم نسوان، هون عندهم اولاد، وفي اولاد عم يخلقوا اليوم باسرائيل هي دوله معاديه للبنان، وان ما ذنبهم شيء بكل هالقصه. يعني هذا الملف بدنا نجرب نعالجه مش بهالطريقه يلي مثل كل شيء بلبنان ابيض واسود و8 و14 وبيسوى وما بيسوى وخاين وعميل. في عنا اليوم ببيات اولاد عم يخلقوا باسرائيل، شو بنعرف فيهم؟ طيب ليش ما معالجه اسرائيل على اساس الارض الاساسيه ويخ يعني يا اما هي ارض اساسيه وارضنا مين؟ قبل ارضهم وفينا نخلق فيها وفينا، يا اما ما فينا معقول نخلق فيه بس هذا لبنان يعني بدنا نردوا على لبنان لهالصبي؟ هو ليش ما بيرجع لبنان؟ كيف يرجع؟ ما ليش فين يعملوا لجنه ويتواصلوا هلا؟ يعني ما بقولك ما قطعوا الدنيا كمان، ما بقولك يعني ما بقولك ما فيهم، عم بقولك هذا الملف يعني مش اذا راح البطريرك الراعي بيقدروا يرجعوا كلهم، اذا ما راح ما بيقدروا يرجعوا يعني. ما عليه بعضهم مش ما خص اذا راح البطرك او ما راح، عم بقولك بس ملحق وراح منيح يتواصل مع هالناس، لحق وراح ليش ما بيتواصل معهم؟ لانه البعض يقول انه قد يتواصل مع ناس يكونوا عملاء، وهذا سيسيء مجددا الى صوره البطريرك والى الزياره في الكل. بس خلينا اول شيء ما نعمل يعني اول شيء خلينا نشوف اذا راح يلتقى فيهم، اذا راح يكون راح يلتقى مع العملاء. يعني كله تاويلات وتحليلات واشتغلوا بالكم علينا شوي. يعني بعتقد كلنا عم بينظروا منهم وطنيين اكثر من بطرك الماروني، معلش يعني هذا كمان الميوضع باطار التنظير. اليوم الرئيس سليم الحص لا ينظر، بلا الرئيس سليم الحص لما بيطلع بيان انه حذاري من هيك زياره ويدعو كمان الرئيس سليم الحص ليه ما لانه جاي من وين؟ جاي لانه من بيعرف انه الاسرائيلي يريد الايقاع بكل عربي وبكل شخص. خلي بطرك المروني ينتبه على النقاط ويتفاداها، بس معلش ما حدا يعطينا دروس. ليش اصلا انه معلش الرئيس سليم الحص وطني اكثر من بطرك راعي؟ ما حدا عم يشكك بالوطنيه، بس هيك الزياره بتخوف كل شخص عاشر وعالي بهيدا. يعني احترام كبير رئيس سليم الحص، بس كمان رئيس سليم الحص على ايام الاحتلال السوري بلبنان يعني كمان كان بهذا الجو. باي جو؟ بجو الاحتلال السوري على لبنان. ما يعني ما حدا زاد رئيس سعد الحريري وتيار المستقبل مستقبل. وين كانوا؟ نشتغل المستقبل احنا كانوا حلفائنا بوقتها، كانوا اقسامنا. اي شو ايه؟ شو هلا سقطوا عنهم يعني وطنيتهم بمرحلتها؟ ما سقطت وطنيه حدا انا، بس عم بقول لك انه ما حدا ينظر على حدا. يعني كمان هن بمرحله بس انتم ايضا كمان ما فيكم تنظروا على العالم حدا احنا بحجه انه اذا حدا بده ينتقدنا بدنا نرد عليه بهالطريقه. ايضا انتم ما فيكم تكونوا بهذا الموقف نحن ما نظرنا انه نحن اذا حدا بده يقول له للبطريرك الراعي ليش بدك تروح على اسرائيل او انتبه من هذه الزياره او تفادى هذا الامر بيصير انه الهجوم انه ما حدا احسن من حدا وما يعني مش ما بننظر على حدا. يعني احنا ما كنا قاعدين والله هيك وعينا على بكره قالوا ننظر على حدا انه وقت عم يجي مين يلتقي ينظر عليك عم تردي بس نحن ما بنحب ننظر اللي محروق من الحليب بنفخ على اللبن. ايه يعني بس نحن كمان محروقين من كثير حليب، الموضوع بصير فيهم الناس يناشروا فيه ويكونوا حذرين منه يعني. خصوصا من عانى من الاسرائيلي والاحتلال الاسرائيلي والممارسات الاسرائيليه هو تنظير على الاسرائيليين على اكثر منه على البطرك الراعي. عم بقول لك اللي بده يعطي رايه بهالموضوع خلي يعطي رأيه بالأول بكلام المستشار العسكري للمرشد الأعلى للثورة اللي عم يخبرنا أنه حدود إيران تخلص بلبنان.
وين دخلك بطولاتهم وحرصهم على السيادة النظيرة؟ ما سمعت كلمة دخلي إنه ما سمعت ما كلمة. ما شفنا الإيرانيين محتلين لبنان هلأ بركي ما بدك بس يصير في هذا الاحتلال عندك يكون عندك مستشار عسكري لإيراني عم بيقول حدو هو عم بيقول مش أنا مش عم بقول شيء عنه أنا كنت قاعد ببيتي عم بيخبرنا بس يصير واقع يمكن يرد عليه هو معتبره واقع في يقول بده إياه ده بلد ديمقراطي يعني ما فينا نحاسب العالم على قوله هو شو عم بيقول لك معلش هو ما عم بيقول لك إنه ما إنه واقع عم بيقول لك اليوم حدوده هي بلبنان ما هيك ليه عم بيقول لك هيك لأنه هو معتبر إنه حزب الله جزء منه صح ليه عم يخبرنا الخبرية أوكي حزب الله يلي لازم يكون معتبر حاله مش جزء منه لازم يكون عم بيقد عليه لازم يكون عم بيقول له يا اخي نحن لبنانيين نحن مش تابعين لك غلطان انت حبيبي بس حزب الله غير معني بالرد بيعتبر انه هيدا غير معني يعني معني بالمقال البردون بردون بردون انا اخضع للقانون الكنسي وانا الفاتيكان مرجعيتي بعيره انه انت عم تخضع لقانون خارجي يعطي رايه بزياره البترك بس مش معني يعطي رايه بتصريح الايراني اول شيء حزب الله لم يعطي بعد راي بزياره البترك لحد الساعه يعني حتى الساعة حزب الله لم يعطي رأي نهائيا بهذا الموضوع. يعني وقت نقول حزب الله معروف شو يعني حزب الله حزب الله مين بس يعني حزب الله يعني من جريدة الأخبار وبجر شو خص؟ كل ما حدا عطى رأي بده يكون يا أما يعني هذا تقبل الآخر ما نقصة تقبل عم شو عم بمنعهم يحكوا عم بالي يعني اليوم كمان بس أنت عم تسقط عنهم وطنيتهم إذا حدا عم بناقش بالموضوع بتصير تقول له أنت إيراني وأنت مش لبناني يا حبيبة قلبي أنا مش عم بسقط عم بقول لك أنا لأنه بالنسبة لإلي هيدا شيء ما لازم يكون حقيقة طيب. عم بقلك لازم حزب الله يكون أول مين بيرد على هالشخص ما عم بقلك أنا حزب ما عليك موافقه عم بقلك حزب الله لازم يكون أول مين بيرد عليه بتجاوبيني منه معني ليش منه معني ما الزلمة عم يحكي باسمهم إذا هن رافضين كلامهم يكونوا معنيين أنا إذا اليوم بيطلع السفير الأمريكاني بيقول والله نحن موجودين بلبنان من خلال حزب الكتائب إذا بسكت يعني موافق إذا بطلع بقول له حبيبي أنت ما بتمثلني كون مش موافق ما فيك تقولي بس أنت منك معني بلا معني لا بس حزب الله في وجود في وجود يكون هن متحالفين وهن ايضا جابوها شيء جانا مش عم جانا انت هلا انت عم تحللي بس انت مانك حزب الله انت الست نانسي حبيبه قلبنا خلي هن يجيبوا طيب ايضا معنيين لا هيدي الجدليه لانه حنضلنا بهيدي الجدليه أكيد. اللي حتاخذ الوقت اليوم بتعتبروا انه هذه الزياره انتمت الى الاراضي المحتله فهي رساله تحدي لاسرائيل تعتبروها باطار رساله تحدي لاسرائيل طيب ايضا من ضمن الملفات اللي اليوم عم تنطرح في الفراغ واداره الفراغ وكيفيه اداره الفراغ اول شيء ما في فراغ في شغور انا واقف نستعمل هالكلمه لانه صار في تشكيل حكومه بلبنان مش عم بقول لك لك لانه هذا انه الفراغ اول شيء ما في شيء اسمه فراغ لانه اساسا في الصلاحيات بتروح على الحكومه اساسا في شغور نحن ضد هذا الشغور لانه نحن ما لنا ابدا مبسوطين ولا بوارد نقبل انه الحكومه تسير شؤون الرئاسه لانه ما في سبب لما يكون في رئاسة وما في سبب لأي هيئة تاخد محل رئيس جمهورية المسيحي بلبنان طيب هون بهذا الكلام انه في شغور شو خطتكم يعني كده عم بتقول انه ما يكون به الرئيس الجمهورية هو الخطة صحيح. طيب بس اليوم نحن على ابواب اسابيع اقل من اسابيع يعني اسبوعين صح. على نهاية ولاية الرئيس سليمان كيف رح تتعاطوا بداية مع نهاية العهد يعني هل سيكون هنالك وفد مشارك بمغادرة الرئيس سليمان من القصر الرئاسي أو أنه مشهد مغادرة الرئيس لحود يتكرر حسب كيف الرئيس سليمان رح يعني إذا كان في مناسبة وفي دعوة وفي أكيد رح نكون عم نلبيها نحن اليوم علاقتنا أكثر من ممتازة مع رئيس الجمهورية ما بعرف شو الإجراءات اللي رح يكون موجودة إذا في مشاركة نحن أكيد مشاركين هذا محسوم نحن برجع بقول لك أكثر من علاقتنا أكثر من جيدة مع الرئيس ومن حي على العهد الباقي كيف رح نتعاطى أول شيء نحن بمجلس وزراء يعني اساسا نحن جزء من هالسلطه اللي رح تستلم ولكن كمان رح يكون شغلنا داخل هالسلطه انه ما نخلي الامور تمشي وكانه انه ماشي الحال ما يكون في رئيس رح نتابع ايضا من مجلس النواب النائب خالد زهرمان النائب خالد ومؤسساته ودوره ومسؤوليه لكل نائب هيدا مش خيار هيدا المفروض كل نائب المفروض عليه مسؤوليه تحت يعني فيك تقولي تحت رفع ايضا في 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 عندك جزء كبير مسؤولية علينا بحال عدم وجودنا وانتخاب رئيس جمهورية اليوم مفروض على كل نائب حقيقة يقدم استقالته. طيب بلشتوا تفكروا كقوة 14 بالعدول عن طرح الدكتور جعجع لتلاقوا حدا يجيب أصوات أكثر. نحن لغاية هذه اللحظة مرشحنا الدكتور سمير جعجع. لحين تغيير الظروف واجتماع لقادة قوة 14 أدار لحين إذن لكل حديث. بس تصريح صغير. ميرسي.
استاذ علاء رح تحضروا الجلسه ولا بس بالمهو الخارجي؟ لا نحن ما رح نحضر الجلسه، واضح انه موقفنا واضح بهالموضوع، انه قبل ما تتوفر ظروف وفاق حول رئيس الجمهوريه نحن ما عندنا مانعين بجلسات تسجيل مواقف. في كثار بيقولوا ليه على طول على المنصب المسيحي الارفع بدكم وفاق وعند غير طوائف بدكم الاقوى بالطائف؟ ليش هيدا الجلسه رح تنتخب رئيس بالاول بالمعطيات الحاليه؟ مش عم نعطل، هلا في امكانيه انتخاب رئيس وعم نعطلها؟ نحن ما عم نغش الراي العام، اليوم ما في امكانيه انتخاب رئيس بالوضع المواقف الكتل الموجوده، فما حدا يكذب على الناس. استاذ علام كركي والبطريرك الراعي عم ينشدوكم لانه الامر النصاب لانتخاب من؟ لانتخاب من؟ من نأمن النصاب لانتخاب رئيس جمهوريه، اليوم ما في انتخاب رئيس جمهوريه، موقف الكتل مثل ما هو معروف كلها ما بيوصل لانتخاب رئيس، كلنا جربناها باول دوره ما عطيت شيء. اللي عنده تغيير بموقفه من الكتل السياسيه خليه يقول شو صار موقفه حتى نعرف اذا صار في امكانيه بنجي بنأمن له نصاب. مجرد وصولكم للمجلس ليه ما بتسلموا؟ في تحليل مسؤوليه لانه اذا وصل 25 ايار وما كان في رئيس جمهوريه يتحمل الفريق المعطل للنصاب. الفريق يلي جرب حظه وبعضه مصر على 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 بقائه بهال على موقفه رغم انه المعطيات برهنت انه لا يمكن ان يصل الى الرئاسه، بكون هو اللي عم بيعطل. اليوم اذا ضلت الكتل السياسيه جامده على موقفها ما ممكن نتقدم. بدنا نشوف في حدا اخذ عبر من الجلسه الاولى ولا لا، اذا ما حدا اخذ عبر بنكون هي النتيجه تبعها. اذا طرحتوا مرشح يمكن يجيب اكثر الاصوات. نحن عم نعمل المعالجه اللازمه من خلال النقاشات اللي عم تصير مع الكتل السياسيه خارج اطار المجلس. مش عم ننتخب خارج مجلس، هون رح ننتخب، ولكن في نقاش وحوار سياسي بده يصير بين كل الكتل السياسية، وهيدا نحن عم نعمله هلا. لو ما عم نعمله وقاعدين كتفين ايدينا بتقولوا عم نعطل، عم نعمله كل يوم عم نعمله حتى الوصول الى توافق معين يمكن انتاج رئيس جمهورية، كله الباقي تضيع وقت. شكرا. بعده المواقف اللي هو ذاته. نعم. منتابع بحوارنا كنا عم نحكي عن لحظة شغور هذا الموقع، موقع رئاسة الجمهورية. عم تقول انه صلاحيات حكما تنتقل يعني ولكن رح يكون في اشكاليه كبيره بطريقه الحكم، لانه كل ما يطلع مرسوم اصبح كيف مين بده يمضيه. هون في عندي قراءتين، في شيء بيقول بده يمضوه كل الوزراء، واذا وزير واحد ما بيمضي ما بيمشي القانون، وتخيلي ما لا معضله كل قانون بدك تمضي عليه كل الوزراء والا ما بيمشي. والبعض بيقول لك صفى كل قانون بده تصويت والاكثريه هي. يعني اساسا رايحه الدوله على اذا بدك فتره تعقيد نحن بغنى عنها، ورسالة اللي هي انه والله الامور بتمشي بلا رئيس جمهورية المسيحي اللي نحن كمان ضده. فبالحالتين هيدي اللي عم يصير اليوم هو اذا بدك خطة لمواجهة هذا الفراغ او الشغور اللي عم بيعمله رئيس جمهورية. واذا وصلنا على اللحظة وما قدرنا نحلها رح نكون اذا بدك اول المقاومين لهالحالة اللي رح تكون بالبلد بوقتها. ايضا تصريح للوزيرة شبطيني أليس شبطيني. تصريح قصير كان. والله انا ناخذ التصريح كامل، اللي يبدو انه انتهت من التصريح. اساسا الوزيره شبطيني ليست نائب في البرلمان. نعم تفضل تابع. كنت تغلط انا كنت عم بقول لك مش اكثر، عم بقول لك رح نكون بوجه هذا التعطيل وبوجه هذا الشغور لانه هذا امر مش مقبول. بس هذا الامر البعض يقول انه سيتكرر دائما وفي كل استحقاق، عم نوصل تحديدا لانه رابطين انفسنا بالازمه السوريه. صحيح. عم نوصل لمرحله انه ما في قرار، يعني ما في انتخابات مجلس. من هون بنرجع على البرنامج السياسي تبع حزب الكتائب يلي اصلا هو بثلاث عناوين. احترام التعدديه تنبطل نتشارع على الماضي والحاضر ونخون بعضنا ومين خون مين ومين كان مع الاسرائيلي ومين كان ضده ومين تابع لايران ومين لا، ما هيك؟ إعادة النظر أول شيء. اثنين، تحييد لبنان عن كل الصراعات إلا الصراع العربي الإسرائيلي، ولكن تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، تنبطل نقول سين سين واختلفوا والتقوا ودخول بالأزمة السورية وعدم تدخل. ثالثا، إعادة النظر بالنظام يلي حاططنا بصيغة أصلا معمولة لما تمشي، يلي مثل ما كنا عم نحكي عن الحكومة، حكومة الأفريقاء كارثة وحكومة الفريق الواحد تستثمر الباقيين، يعني عم نحكي عن لامركزية موسعة بتعيد النظر بالصلاحية وتعيد النظر بالنظام. يعني يمكن اللي قلناه من 4 سنين بركي البعض ما فهمه بوقته، كل يوم اليوم كل يوم عم نعيش واحد من فصول مشروعنا. يعني بالأول لما أول مرة قلنا حياد من 4 سنين ما التقى حدا، ما يعني ما بقي حدا ما خوننا من حلفائنا لخصومنا. بعدين رجعنا عملنا المشوار بالقلب، صاروا كلهم عم بيحكوا عن التحييد والحياد والنائب النفس وصاروا كلهم جهابزة بالنظرية اللي طرحناها من 4 سنين. نفس الشيء موضوع إعادة نظر باللامركزية،
بيجي معه كمان عادة 20-25 تهمة رح يتبين بعد فترة انه كان معنا حق. واعتراف بالتعددية يلي اصلا ببلش من مؤتمر وطني تنطوي الصفحة وما نعود نقول فلان بالحرب عمل وفلان ما عمل. بفتكر كنا سباقين من 4 سنين لما طرحنا هالمواضيع، بفتكر ما في حل للبنان خارج هاد المواضيع. طيب بس هون حضرتك عم تقول لا حل للبنان خارج الحياد واللامركزية والنك يعني نقف نوقف نك الجراح. طيب بس بذات الوقت هيدا البرنامج وحده كافي لكي لبنان يكون مستقل بمعنى كامل عن محيطه ولا يتأثر ولا يؤثر به؟ ليك رح كمان ما نكون عم نعيش جمهورية أفلاطون بالآخر. ما بقى اليوم العالم كله صار متداخل، يعني نحن ما عم نجي نقول انه اذا عملنا هالشيء ما بقى رح يكون في تاثيرات من هون او من هون، رح يضل في تاثيرات، هذا امر طبيعي، ولكن نحن اللي عايشين اليوم ما له تاثيرات، نحن اليوم كل فريق لبناني هو امتداد لفريق خارجي، هذا ما عاد تاثير. ما عاد تاثير، يعني رحنا ابعد، نحن عم نعيش اليوم لانه دائما بنتمثل بسويسرا، نقول والله نحن كنا سويسرا الشرق ونحن سويسرا. سويسرا لما بيعرفوا عشت 400 سنه من الحروب. مزبوط. 400 سنه انتهت بالحياد. انتهت بالحياد ليش؟ لانه كان في البعض بسويسرا عنده انتماء لايطاليا والبعض لفرنسا والبعض والبعض ولالمانيا، صفوا كل ما يتخانقوا الافرقاء هدول هن قتلوا بعضهم بسويسرا. لو وصل محل بعد 400 سنه قالوا ستوب وقفوا يا شباب، في تعاطفات في تاريخ في في، بس هذا كله بيوقف على حدود مصلحه سويسرا. ما عم نقول احنا بنقاطع الدول اللي حوالينا وصرنا بجزيره يعني ما حدا ساجد، ولكن بمحل بدك تلاقي طريقه، وهذا نحن عم نعمل عليه بلبنان. خيي بقلبك تعاطف معي بدك تذكر جذورك اللي بدك يعمل بدك، بس وقتها شيء بيتعارض مع مصلحه لبنان نحن اللبنانيين اولا. طيب هون اليوم في الاستحقاق ايضا الرئاسي في سوريا. ما هو موقف حزب الكتائب المفترض؟ كمان بيضحك شوي. ليه بيضحك؟ بلد في حرب، في قتل كل يوم، في برميل عم تنكب على الناس، في كل يوم الاف القتلى في مناطق اصلا مش خاضعة على سلطة بشار الاسد. كيف جاء الانتخابات؟ كيف عملنا ب 82 انتخابات؟ يعني هل ما هي عم بسالك هل مناطق احنا ما عملنا انتخابات رئاسية وقت كان في حرب بلبنان؟ يعني كانوا حاسس كانوا عم يوصلوا النواب، يعني اذا المجلس نيابي تمدد له. بس بدي اعتذر منك، النائب هادي حبيش ايضا المشكل مش عند 14 أدار ست منى، المشكل عند اللي عم بيعطل الجلسة. يعني اليوم تصوير الموضوع أنه 14 أدار لأنه مرشحة فلان هو الإشكال، هذا برأيي أنا مفهوم خاطئ جدا. المفهوم الخطأ الكبير اليوم اللي عم بيرتكب والخطيئة الكبرى اللي عم ترتكب اليوم مع رئاسة الجمهورية ومع المسيحيين بالبلد، هن لمن النواب بيتجرأوا أنه يعطلوا انتخابات رئاسة الجمهورية من خلال تعطيل النصاب، يشرفوا يجوا على مجلس النواب ينتخبوا. لا ابدا ما انه حق سياسي، ابدا ما انه حق سياسي. اليوم القانون والشعب اللبناني ما انتخبنا لحتى نعطل جلسات مجلس النواب، الشعب اللبناني انتخبنا تنيجي نمارس مهامنا بانتخاب الرئيس اللي بدنا اياه. حقنا اليوم الديمقراطي هو بانتخاب من نريد، مش حقنا الديمقراطي بتعطيل المؤسسات. اذا نحن اليوم نواب، اذا الشعب انتخبنا لتعطيل المؤسسات خلينا نروح نقعد بالبيت، الشعب ما بده نواب يعطلوا مؤسسات. اي نحن اذا نحن مرشحين منزلين مرشح تحدي يشرفوا ينتخبوا مرشح اخر غير تحدي، حقهم هن بانتخاب من يريد. يعني يعمل على التوافق وانتم رافضين. حق النواب ينتخبوا من يريدوا، ولكن لم ننتخب من الشعب لنعطل مؤسسات الدوله اللبنانيه. اي نائب اليوم، انا بدعي الشعب اللبناني، اي نائب اليوم اي نائب اليوم يمارس هذه القضيه لازم الشعب اللبناني يحاسبه بصناديق الاقتراع. بعض نواب المستقبل الاسبوع الماضي كان موقفهم انه عدم دخول الى القاع العام حق ديمقراطي للنواب. مع احترامي لهذا الكلام، الحق الديمقراطي بانتخاب من نشاء، ليس الحق الديمقراطي بتعطيل مؤسسات الدوله اللبنانيه. شكرا. كنت حضرتك عم تقلي انه الانتخابات بعتبرها افتراضيه في سوريا. كمان نحن اذا كنت عم تسالين كيف نحن عملنا انتخابات ايام الحرب، نحن مجلس 72 بقي نفسه لبعض الحرب مجلس لأنه نواب بس ايه انتخابات رئاسيه، لانه كان في اذا بدك كان في اذا بدك فترات كان في اخذ وعطى بين اللبنانيين، كنا نروح ونجي وكان في فترات في مناطق فترات. ايضا لا لانه اللي بعدين فرق كان عفوا نواب. بس بدنا رئيس الجميل هالمره سوف ننتقل الى التصريح في الرابيه. الانتخاب الرئاسي
ونحن قلناها وبنرجع بنأكدها انه في ضرورة وطنية، ضرورة وطنية من اجل الحفاظ على المؤسسات، من اجل الحفاظ على الاستقرار، من اجل كذلك امر تحقيق السلام اللبناني المنشود. من الضروري انه يتم الانتخاب الرئاسي بالمهل الدستورية، وانقاذ الجمهورية يمر بهذا الاستحقاق، وإلا المؤسساتنا، مؤسساتنا الوطنية بتكون على كف عفريت، وبكون المستقبل ما بنعرف بأي توجه. كان لقاء مفيد جدا وإيجابي مع العماد ميشيل عون، وكنا توفقنا على ضرورة بذل كل الجهود من أجل إتمام هذا الاستحقاق بأسرع وقت ممكن، لأن ما بقى في عنا إلا 20 يوم. واللي بهمنا كذلك أمر أنه هالاستحقاق يحفظ كل المؤسسات، ولذلك بدنا رئيس قادر على ذلك ويطمئن كل اللبنانيين، بد أن يطمئن المسيحيين طالما ميثاقيا الرئيس بده يكون مسيحي ماروني، وكذلك الأمر يقدر يطمئن كل المسيحيين. عندنا هلأ أيام قليلة تفصلنا عن هذا الاستحقاق، رح نكثف من الاتصالات حتى ربما نقدر نوصل لتصور مشترك. الأمور منا هيني، ما بعتبر أنه الأمور هلأ وصلت إلى ختمها السعيدي، إنما في نوايا طيبة عند الكل. امبارح لمست من الدكتور جعجع نوايا حسنة وإيجابية للمساعدة بهذا الإطار، كذلك أمر اليوم مع الجنرال، ومستمرين بهالمسعى، لأنه من واجبنا أنه نطمئن الكل اللبنانيين على مسار مؤسساتنا الوطنية، بدءا بتحصين بالدرجة الأولى موقع الرئيس الجمهورية، لأنه هذا رمز الوطن وهو الجامع بين كل اللبنانيين. فخامة الرئيس، مبادرتك اليوم ماذا تقتضي؟ هل أنت فخامة الرئيس؟ لا، ما رح أجيب. تفضل. فخامة الرئيس، هل تقول اليوم أن حضرتك مرشح، قد تكون مرشح التوازن؟ بعتقد الاجتماع أعطى نتائج كتير إيجابية، يعني إيجابية بتصف لونج دو بوا. نحن ضد اللغة الخشبية. بعتقد هذه مرحلة جديدة اليوم بدأت مع فهيمة الرئيس بالتعاون، وما في يزيد كتير عليه بالكلام لأنه كان كتير معبر وكتير صحيح، وعندنا إصرار على أنه الانتخابات لازم تصير بحد بهالمرحلة هذه الثلاث أسابيع الباقيين لحد 24، ولكن إن شاء الله تحدث الانتخابات قبل هالتاريخ هذا. شكرا. يعني ست نانسي، بعتقد هيدي من اللحظات اللي بتخلي واحد يفتخر يكون كتائبي. هيك فعلا اللي بيعايش الرئيس جميل، يمكن نحن كمان من جيل ما عايش فترة الحرب، ويمكن ما عايشنا عهد الرئيس جميل، بس بيكتشف كتير اشياء بهالشخص اللي بعتقد كمان كان عهده صعب والظروف ما ساعدته، وخلص عهده باحتلال سوريا للبنان. خبر شو ما بده عن مين ما بده، يعني صور وجود سوري بلبنان ببيروت، فلسطينيين محاصرين مسلحين ببيروت، أمريكان عم بيجوا يقولوا له دبر حالك، وبعض عم بيجي يقول له ما بتحكم خارج قصر بعبدة، حكومة بما كان يسمى الغربية مقاطعته، سحب الكتلة المالية الفلسطينية من المصارف اللبنانية ما يؤثر على دول. ما هذا وكله عمل 6 سنين، ما مضي للإسرائيلي، ما مضي للسوري، حل مشاكل لبنان؟ لا، ما حل مشاكل لبنان اللي أصلا كانت بوقتها لا يمكن تنحل مثل ما كانت، ولكن حافظ على الجمهورية وسلم شيء للي اجى من بعده. ظروف كتير صعبة،
بس كمان هالشخص هيك كمان شو انصافا يعني ليش انا بقول لك انا بالنسبه لي والله بلاقي يمكن افضل اجى مغير مرحله من ورا ما شاهد مثل هاي يعني شخص بس كمان سلم الفراغ في حينها لم يسلم رئيس جمهورية بوقتها سلم رئيس حكومة ما انه الفراغ معلش المجلس العسكري ما كان يسلم رئيس يعني اي بس هذا كان شيء ما انه بايده يعني شو قادر لحاله كان يجمع مجلس نواب ويجبرهم ينتخبوا يعني ليش عم بقول لك في ظروف انا ليش قلت لك حل ازمات لبنان لا بس حافظ على الحد الادنى من الجمهورية بس كمان يمكن في رأي آخر بهذا الموضوع أكيد بعد يعتبر أنه العهد بحينا من 17 أيار إلى كل مضيت في 17 أيار كل أسقطوا وقتها أسقطوا ما كان يعرف مدير الوطني بس من مجلس النيابة المجلس النيابي اللبناني وافق عليه الرئيس جمال ما مضي بس تحت 17 أيار ضغط ضغط شو بيمنعه كان معه الجيش اللبناني وكان قاعد بالشرقية وما حدا بيقدر يعمل شيء كان شو كمية شو أي ضغط مين كان بس هي كلها هذيك المرحلة ما بدنا نعمل استعراض تاريخي لأنه لا يريد تكراره مجددا يعني ما حدا بيجي تكراره ولا هو كان مبسوط بالاحتلال الإسرائيلي ولا بالاحتلال السوري ولا وجود فلسطين المسلح أكيد بس بالآخر هذا الزلمة كمان بني مؤسسات بوقتها في بعض بينساها بين الجيش اللبناني يعني من عتاده لبدلاته لعسكره لا 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 كان زلمة حزبي وما قوى حزبه بفترة رئاسته خلصت رئاسته عنفي مش من عنفي تيتفادى مشاكل لبنانية لبنانية أو مسيحية واليوم يمكن هذا قدرة رئيس جميل شخص عنده علاقات دولية قوية نائب رئيس أحزاب الوسط بالعالم يلي هي أكتريتها حاكمة بدولة عنده خبرة وتجربة ثابت على مواقفه مع قدرة على التواصل والخرق قادر يسمع للناس والناس تسمع له يعني مين عم تقنع بهذا لا عم لانك كنت عم ليش انتم ككتائب مش مقتنعين ومرشحين لحد الساعه نحن كثير انتم لليوم عم تفوتوا هذه الفرصه على رئيس جميل اكيد يعني انتم كحزب بدل ما على قد عنده هذه المواصفات وكل الامور هيدي قوه حزب الكتائب بالفتره اللي قطعت انه حزب الكتائب عندها بتعتبر كانت انه عندها مرشح الامثل للرئاسه ولانه مش كل شيء له علاقه بس بمصلحه الكتائبين وبس نحن كيف بنشوف الامور نحن ارتضينا بهذه الفتره نوقف ورا ترشيح اخر وندعم ترشيح اخر لوحده المبادئ اللي نحن بنمشي عليها ايه بس كمان البعض يقول انه هذا الرضا عم بيساهم بالعرقله لانه اذا انتم شايفين انه رئيس الجميل هو ليس بمرشح تحدي انقذوا هذا الاستحقاق الفريق ولو اضطريتوا الى النزول بوجه الدكتور سمير جعجع لانه مثل ما البعض بيقول انه كان له الحق الدكتور جعجع انه هو يضع كل 14 اذار وكل العالم امام امر واقع وهو ترشيحه انتم ايضا حطوا حالكم امام امر واقع انه الانتخابات لابد ان تجري ونحن بدنا نسهل هذا الاستحقاق بترشيح اسمح لحالي هون احكي باسم افريقيا 14 بما فيهم القوات يوم جاي جميل عم بيقوم بتحرك اذا ظهر لافريقيا 14 اذار انه رئيس جميل قادر يحقق خرق وقادر يامن نصاب وقادر يوصل لرئاسة الجمهورية صدقيني ترشيحه بوقتها ما رح يكون بمقابلة دكتور جعجع ترشيحه بوقتها رح يكون بدعم للدكتور جعجع خلينا نشوف نتائج هذه الزيارة ولكل حادث نتائج زيارة العماد كل هالمبادرة اللي عم بيقوم فيها رئيس جميل وبوقتها ما رح يكون القوات اللبنانية هن العائق لانه هن مثلنا حارسين على الاستحقاق وحارسين على الدور المسيحي ما في لزوم يعني حتى يكون ترشحنا بوجهته هل من ضمن لقاءاتكم سوف تلتقوا حزب الله؟ كل شيء عم ينبحث بعد ما في قرار طلبتوا موعد أخذتوا في كثير موعد بعد ما طلبناها هذه المبادرة بلشت أول امبارح في اليوم اتصالات مفتوحة مع كثير من الأفريقاء لكل حادث حديث بنشوف كيف تتطور مين في على الجدول وموضوع على جدول اللقاءات حزب أول الله؟ أول مواضيع يعني أول إذا بدك شين أخذ أول مواضيع مواعيد أخذت كانت مع الأفريقاء المسيحيين وعم ينشغل اليوم كمان على بقية المواضيع يعني عم بالساعات اللي عم نحكي فيها في أمور عم تتطور يعني بكل دقيقة يعني في مكنة ماشية عم تشتغل على الموضوع أول ثلاث مواعيد أخذوا أول امبارح كانوا سريعا مع ثلاث قيادات المسيحية اللي كانت مجتمعة بكركي نرجع بالأول نشتشد هذا الوضع ورايحين أكيد على البعد الوطني طيب إذا اليوم كنا عم نحكي عن الانتخابات السورية إذا أعيد انتخاب دكتور بشار الأسد إذا انتخبوه بسوريا دكتور سمير جعجع ممكن بسوريا انتخبوه بس مش من لبنان إذا أعيد انتخاب دكتور بشار الأسد رئيسا للجمهورية في سوريا وأنتوا ترشحتوا على رئاسة الجمهورية عبر الرئيس أمين جميل كيف حيكون تعاطيكم مع الوضع القائم والديمقراطية
إن كنتوا تشككوا ولا لا تشككوا، ما فيكم تسقطوا عن الشعب السوري حقه بالانتخاب. إذا الشعب في شعب رايح ينتخب، ما هنشوف أي شعب. معليش عم بقول لك، ليش أنتوا بتصنفوا؟ لا مش أنا ما بصنف. في بلد أخذ قرار. أنا خليني مش عم بتخليني جاوبك لتناقشيني بعد ما جاوبتك. سؤالي أنا، هل يعني اليوم في يمكن 60% من الأراضي السورية غير خاضعة على سلطة الجيش السوري النظامي؟ 60% تقريبا 45-50-60 ما كل يوم بيتغير، أقل من 50% يكون في منهم بيقول أكثر من 60 كمساحة. عكرها مش هون نقطة، 40% تنهينا على حالنا. أوكي، رح يكون في صناديق اقتراع بمناطق؟ رح يجرى انتخابات؟ هذا كمان سؤال. ما ليش هذا كنت عم بسألك إنه كيف جاء انتخابات فعليا؟ يعني اليوم مثلا بالمناطق الخاضعة، المناطق ليست خاضعة شو بيعمل انتخابات بنص سورية وبتكون ديمقراطية؟ طب إيه في اليوم رئيس الائتلاف الوطني السوري، مين قال إنه هو يمثل ستنانسي؟ هلأ أنت جدياً عم تحكيني أو عم تنقشي بالمطلق؟ لا، ساعتها بتكون تسلموا إنه الرئيس راح بشير الجميل إجا على الدباب الإسرائيلية بهالمنطقة. كيف ركبت معك؟ إجا النواب اللبنانيين من كل مناطق انتخبوه. كيف إجوا؟ ليش كيف إجا النصاب؟ ليش النصاب أمنوا نواب مسيحيين؟ كيف إجوا؟ كيف إجوا؟ فيهم يجوا اليوم كمان؟ تحت الضغط البعض يقول، وانتو هلا عم بتساووا بهذا الامر بسوريا. فاردون. يعني يا بتكون سلموا انه كيف ما كان بده ينتخبوا السوريين. هون النواب كانوا عايشين ببيروت الغربيه، اجوا تحت الضغط. كيف ضغطنا عليهم؟ كيف مش نحن كانوا موجودين هيك؟ كيف لا بس ما هو لما يكون لا ما لما انتوا عم بتقولوا انه بسوريا كيف بده ينتخبوا المناطق مشلعه، رح ينقلكم مثل ما انتخبوا النواب وقتها والمناطق مشلعه. اجوا انتخبوا اذا عم سالتك. طيب والناس حتروح تنتخب؟ لك عاد ما هي سالتك ايه؟ قلت لك اذا كان في صندوق بهالمناطق وكل الشعب السوري انتخب رح نتعامل معه، اذا ما كان في صندوق شو بنعمل؟ اذا صار في صناديق في مراكز في اماكن واجا الناس انتخبت ساعتها مجبورين نسلم. بس اذا ما في، اذا عملوا انتخابات بشقفه من سوريا، نحن من سافينا نسلم نحن عن الشعب السوري انه ناس موجودين بمنطقه واحده بمنطقه واحده فين يقترعوا؟ وحتى البعض يقول بانه معلش هلا انه في عمليه ديمقراطيه بالاقتراع. البعض عم بيقولوا، بدي اجاوبك انا اليوم على شو البعض عم بيقولوا. خلي تصير الانتخابات نشوف اذا والله صار انتخاب. يعني اذا هي سوريا صار انتخابات بهون، شقفه من سوريا طلعت رئيس، نحن المفروض نعترف برئيس طلعوه هون وكل بقيه سوريا ما بنشوفها، كيف نعمل؟ ايه بس انتم اليوم لا تعترفوا برئيس قائم اساسا. مش كيف مش وبنظام قائم موجود. كيف يعني مش معترفين فيه؟ مش نحن اصلا 20 سنه اعداء مع النظام السوري وكان حاكمنا ولا ما قال انا ما بنعترف فيه رئيس بسوريا. يعني انتم اليوم معترفين بالنظام مش بالائتلاف السوري؟ احنا معترفين انه اليوم بسوريا في انقسام، في نص البلد او اكثر ضد الرئيس السوري، في نص البلد ما اكثر وعم بيقتلوا بعضهم وفي حرب اصلا. ما يعني نحن معترفين كمان برئيس الجربه لانه بيمثل 60% من الشعب السوري. انا فيني ما اعترف فيه او ما بعرف يعني هون بالنسب ما بعرف كيف فيني احلل لك نسب. شو ما قلت لك نسبه رح تطلع يمكن غلط لان ما في انتخابات. انا كيف فيني اقرر عن السوريين انه احمد جربه ما مثله؟ فيني؟ لا ما فيك. بس ذات الوقت هون لا أنا بس اليوم ذات الوقت انت كسلطه شرعيه ما فيك تعترف فيه انه انا حزب الكتاب. انت اليوم لما تكون موجود مجلس نواب وحكومه وتطمح لانه هيدي معضله وهذا وضع مش طبيعي صح؟ يبدو سننتقل الى معراب مع إلى مجلس النواب مع النائب إلي كيروز. في المهلة الدستورية، ويستفيد هذا الفريق ليستمر في التعطيل من الموقف القائل بنصاب الثلثين حتى في الدورة الثانية، مع أن واضع الدستور حرص على إعطاء الأولوية لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء الولاية، نظراً للمخاطر التي يمكن أن تحدق بالجمهورية في حالة عدم وجود رئيس للجمهورية. ثانياً، لقد حسم الرئيس نبيه بري النقاش الدستوري الدائر حول مسألة النصاب في الدورة الثانية في مخالفة للرأي الغالب من الوجهة الدستورية لأهل العلم والاجتهاد، وهو الرأي القائل بالأكثرية المطلقة الكافية لانتخاب الرئيس في دورات الاقتراع التي تلي بحسب نص المادة 49 من الدستور اللبناني. وهون بقدر ارجع ركز على آراء الدكتور إدمون رباط، الدكتور زهير شكر، والدكتور حسن الرفاعي. ثالثاً، إن الفرق واضح وهائل بين النتيجة المترتبة على اشتراط بعض المواد الدستورية نصاباً خاصاً يتناسب مع خطورة حالات معينة، والنتيجة المترتبة على اشتراط المادة 49 من الدستور نصاباً خاصاً في كل الجلسات والاجتماعات ودورات الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية. فإذا لم يتأمن هذا النصاب الخاص
في الحالات الأولى تبقى السلطات القائمة سليمة ومستمرة في عملها، بينما لو اشترطت المادة 49 مثل هذه الأكثرية في الدورة الثانية لتعطلت جلسة الانتخاب ولتعطل الاستحقاق ولوقعنا في الفراغ في سدة الرئاسة. رابعاً، إن الدعوة التي يوجهها رئيس المجلس تؤهل المجلس كي ينعقد لانتخاب رئيس الجمهورية وكأنه يفتح دورة نيابية لهذه الغاية. من هنا فبموجب الدعوة الواحدة التي يوجهها رئيس مجلس النواب وانطلاقاً منها لا يبرح المجلس يجتمع ويعقد ما يلزم من جلسات أو دورات حتى التوصل إلى انتخاب الرئيس العتيد. وثمة سابقة في فرنسا تساعد على رسم الصورة ذكرها العلامة الفرنسي جورج فيدال تعود إلى عهد الجمهورية الفرنسية الرابعة. ففي العام 1953 اجتمع المجلسان الفرنسيان لانتخاب رئيس للجمهورية، وكانت الدعوة وجهت إلى 17 كانون الأول 1953، فاجتمع المجلسان وتابعا الاجتماعات من دون توقف لغاية 23 كانون الأول 1953. قاما خلال تلك الأيام السبعة بعقد جلسات متتالية دون أي دعوة جديدة وبدورات عدة دون التوصل إلى نتيجة، حتى كانت الدورة 13 ففاز روني كوتي بالأكثرية المطلوبة. خامسا وأخيرا، إذا استمر الفريق الآخر على موقفه السلبي وإذا أراد أن يجعل من نصاب الثلثين في كل الاجتماعات والدورات نصاب تعطيل للجلسات والاستحقاق والجمهورية، فأني أدعو رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري إلى مراجعة الموقف الذي اتخذه الرئيس صبري حميدي في الانتخابات الرئاسية لعام 1970، فأمام تهديد المعارضة يومها بمقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أعلن الرئيس صبري حميدي أنه سيدعو إلى جلسة ويعتبر أن النصاب مؤمن بمجرد حضور الأكثرية المطلقة من النواب، على أن لا يعتبر فائزا إلا من ينال الأكثرية المطلقة في دورة الاقتراع الثانية. وأنا بشكركم. مطالعة في القانون والنصاب والدستور. نعم. هلا رح نسمع منهم كثير اليوم مطالعات، لانه حتى للاسف الدستور في لبنان تحول وجهة نظر، وحتى الخبراء الدستوريين، يعني اذا بتلاحظي حتى محطات التلفزيون بيستضيفوا خبراء دستوريين كل واحد حسب المحطة بيجي الاجتهاد. هذه كمان واحدة من مساوئ دستورنا يلي كمان اليوم حتى من بعض الطائف بعد اكثر واكثر، يعني الطائف انعمل تم حدا يفهم شيء. والملفت كمان انه اذا بدك اللي انحكى بالطائف بعده لهلا سر، ورئيس الحسين الحسيني ما بيفرج عنه كانه هذا ملك خاص، هذا ملك لبنانيين. بس رفيقكم مع الطائف؟ هذا غير موضوع. اول شيء نحن فيهم يكونوا مع الطائف، نحن مع تعديل الطائف بكثير من الامور، كثير مش شوي يعني. ها، وبنعتبر كمان الظروف اللي اجى فيها اجى على اثر خصال عماد مشلعون يعني. ايه طبعا بهذا الموضوع بنلتقى، ولكن بكل الاحوال كثير اوقات لتفهمي قانون بدك تفهمي كيف نوصل له النقاش، لانه المشرع يعني بيفسر لك شو الهدف من شغله والاسباب. هيدي ما بتلاقيها بالنص، بتلاقيها بكيف وصلنا للنص يلي هو لحديت هلا لغي السر. يعني ما بعرف اذا حدا بيعرف وين ما حاضر الطائف وليش ما انا معلن، يعني مين له حق يقرر انه يخلي الوجاء عنده ما يعطيهم للشعب اللبناني؟ لانه بعد اقول انه هذه المحاضر سريه. ليه سريه؟ هذا ملك الشعب اللبناني، مجلس نواب هذا مجتمع، شو السر فيه؟ ما كل محاضر مجلس نواب في بعضهم فيك تطلع عليه بالاقل يا اخي، ينعطوا لرئيس مجلس نواب الحالي او يطلعوا عليها النواب. انا ما بقول ننشرها بالجريده الرسميه، بس بالاخر كل المشتجع ما بده يفهم حاله كيف وصل على هالقانون وشو اسبابه الموجبه. رح تابع معك. ننتقل إلى زميل باسل العريدي من مجلس النواب. باسل، هل دق الجرس؟ هل أعلن رئيس بري تأجيل الجلسة؟ الأجواء اليوم في هذه الجلسة لانتخاب الرئيس معك؟ يعني حتى الساعة نانسي لم يجرى أي من هذه الأمور التي ذكرتها. نصاب قوى الرابع عشر من أذار كامل في مجلس النواب في حين شبه غياب كامل لنواب ثامن من أذار، وتحديدا نتحدث هنا عن نواب كتلة الوفاء للمقاومة، وإضافة إلى نواب تكتل التغيير والإصلاح. نواب تكتل التغيير والإصلاح وهذا التكتل كان قد حضر أربع نواب من هذا التكتل إلى ساحة مجلس النواب أو ساحة النجمة، هم النواب ألان عون، نبيل الأولى، عباس
الرئيس هشام وزياد أسود، لكنهم لبثوا أن غادروا قاعة مجلس النواب، في حين أكد النائب زياد أسود أنه لو في حال كان هناك تصويت اليوم كان سيصوت بنفس الطريقة التي صوت بها مرة السابقة أي للشهداء، في حين أن نواب تكتل أو كتلة الرئيس نبيه بريك تنمية والتحرير موجودة بالكامل داخل مجلس النواب، إضافة إلى اللقاء الديمقراطي بشقي. سنستمع الآن إلى كلمة أعتقد الوزير سجعان قزي نانسي. نعم. وبن الاجتماع مع جنرال عون يفترض أن يكون كذلك إيجابي وبن وغدا الاجتماع. باسل؟ باسل عم تسمعنا؟ الرئيس شميل أصبح وراء باسل؟ باسل؟ اليوم ليس مسألة ترشيحات إنما مسألة حصول الاستحقاق والنصاب، المطلوب حصول النصاب لكي يكون هناك ترشيحات لها قيمة التهابية. ألو باسل؟ الأمر يعود إلى قيادة التكتل وليس إلى قيادة حزب الكتائب. ليش الدكتور جعجع منه مرشح جدي؟ ما بيجوز نقال هالكلام. هذه وجهة نظر، هذه وجهة نظر. كل المرشحين لديهم الكفاءة والأهلية لأن يكونوا مرشحين لرئاسة الجمهورية، المعلنين والمضمرين. اليوم الرئيس جميل يقوم بمبادرة خارج إطار ترشيحه، يقوم بمبادرته لكونه أحد الزعماء الوطنيين في لبنان من أجل توحيد الصفوف، تأمين نصاب، تأمين انتخابات، لأننا ضد شغور قصر رئاسة الجمهورية في 25 أيار. نعم باسل. إذن نانسي استمعنا إلى كلمة الوزير سجعان قزي وزير العمل. في هذا الإطار نانسي، ربما يعني استطرادا من ما قاله ذكره الوزير وزير العمل، كان هناك تصريح لافت بعض الشيء للنائب أحمد فتفت عندما تحدث أن قوى 14 من آذار ربما ستنتظر نتائج مبادرة أو جولة الرئيس أمين جميل حتى تتبلور الأمور أكثر فأكثر. يعني على ما يبدو أن ربما سيكون هناك في حال استمر الوضع على ما هو عليه، ربما ستتبنى قوى 14 من آذار ترشيح الرئيس أمين جميل في حال كانت يعني موضوع جولتها أو نتائج هذه الجولات على القيادات وعلى المسؤولين في لبنان إيجابية بحيث سيكون مرشح. لكن كما ذكر الوزير قزي منذ بعض الوقت أنه ليس من باب الترشيح، لكن على ما يبدو بشكل واضح على أن هذه الجولة جولة الرئيس أمين جميل لبلورت الأمور حول ترشيحه وموقف القوى السياسية الأخرى من موضوع دخوله معترك الانتخابات الرئاسية، خصوصا عندما كان هناك في اليومين الماضيين كثير من الحديث عند تم ذكر فيها الرئيس أمين جميل على أنه مرشح توافقي وعلى أنه مقبول من جميع الأطراف سواء في قوى 14 من آذار أو في قوى 8 من آذار. في قوى 14 من آذار أيضا نانسي هنا في ساحة نجمة حملوا مسؤولية في حال دخلنا الفراغ في 25 من أيار، حملوا هذه المسؤولية إلى قوى 8 من آذار والقوى تحديدا الكتل النيابية التي تقوم بتعطيل جلسات مجلس النواب وتطيير هذا النصاب، في حين أكدت قوى 8 من آذار أو بعض النواب في هذه القوى على أن ترشيح الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية هو مرشح تحد، وبالتالي لا يمكن لهذه القوى أن تقوم بترشيح أي عنصر أي شخصية من شخصياتها في مقابل مرشح تحدي. لكن عندما يكون هناك مرشحون غير تحديين بشكل عاديين يعني بهذا المعنى، ستقوم قوى 8 من آذار بترشيح أحد شخصياتها. على هامش هذه الأجواء نانسي، سجل لقاءات ثنائية بين الرئيس نبيه بري والنائب وليد جملاط، إضافة إلى لقاء آخر مع دولة الرئيس تمام إسلام. أيضا وبحسب المعلومات باسل، يعني أن الرئيسين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي أيضا انضما إلى اللقاء الثنائي بين الرئيس سلام والرئيس بري. نعم باسل، فيما يتعلق صحيح ناسي
فيما يتعلق بالجلسة، كنت تذكر بأن عدد النواب وصل إلى 76، لكن هذا الأمر يحول دون تأمين النصاب الذي النصاب 86 نائب، صحيح. متى من الممكن أن يرفع الرئيس بري هذه الجلسة؟ هل أعطى مهلة زمنية لهذا الأمر؟ نانسي، بحسب الأجواء التي كانت متوافرة يعني منذ مساء الأمس حتى هذا الصباح، ربما الجلسة المقبلة لن تكون الأسبوع المقبل. كنا اعتدنا في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الماضية كان هناك جلسات أو دعوات أسبوعية لعقد هذه الجلسة، الجلسة الانتخابية للرئيس، لكن على ما يبدو بما أن الأمور ما زالت على ما هي عليه وهناك نوع من الستاتيك وإن صح التعبير السياسي في لبنان، بانتظار أمور كبيرة جدا، حالات ربما إقليمية ودولية على هذا الصعيد، وعلى ما يبدو أن الدعوة المقبلة لن تكون الأسبوع المقبل كما اعتدنا بهذا في الأسابيع الثلاثة الماضية، ربما ستكون في مهلة زمنية أطول من ذلك بكثير. البعض تحدث عن مهلة شهر ربما، ما يعني عمليا إلى ما بعد الفراغ الرئاسي ب 25 أيام، لكن جميع هذه المعطيات ما زالت هي بإطار المعلومات. نحن بانتظار صدور الموقف الرسمي من قبل الرئيس نبيه بري، أعتقد أنه في غضون يعني العشر دقائق المقبلة أو نصف الساعة المقبلة بحده الأقصى سيصدر هذا الموقف من الرئيس نبيه بري ليحدد هذه المسألة إن كان الأسبوع المقبل أم في فترة زمنية لاحقة. لكن ننسي يعني كما اعتدنا في الأسبوعين الماضيين جميع السيناريو واحد في مجلس النواب. باسل، الآن يقرع الجرس، نسمع أن الجرس قرع في مجلس النواب. يبدو لا أعلم، ننسي نحن بقع في أنا خارج الجلس القاعة، لا أعلم حقيقة ما يحدث. يبدو بأن الجرس قرع نتيجة يعني الكاميرات الموجودة من داخل المجلس، وفي هذا يعني الإشارة إلى انتهاء الجلسة والتئامها يعني في آن معا. يبدو بأنه متى يقرع الجرس يعني من المفروض أن تبدأ الجلسة على أن ترفع مباشرة. صحيح، بما أنه النصاب لم يكتمل تماما كما حدث الأسبوع الماضي، فبالتالي سترفع هذه الجلسة بشكل سريع جداً.